بسم الله الرحمن الرحيم، هذا فيصل كريم يحييكم أطيب تحية مرة أخرى في تدريب جديد على الترجمات الوثائقية نتدرب عليها اليوم، كما يعني تدربنا في حلقات سابقة ولقاءات سابقة حول كيفية الترجمة الوثائقية وتقديم documentaries يعني بأفضل شكل، الترجمة نقصد. فبالتالي اليوم لدينا عمل جديد اسمه هو يعني عمل يتبع لأعتقد ناشونال جيوغرافيك، ناشونال جيوغرافيك اسمه ميشن تو ذا سان، ظاهر مهمة إلى الشمس. وبالتالي أحد الأخوة الكرام قام بهذه الترجمة، ترجمها يعني بعد أن تقدمت اقتراح لذلك، و يعني سنشاهد اليوم كيفية الترجمة وكيفية الملاحظات اللي قد تفيدنا جميعا في مثل هذا النوع من الترجمات. فدائما طبعا أسلوبنا إن نبتدأ بالنص الإنجليزي، لكن قبل وبعدين نراجع طبعا الترجمة، لكن قبل ذلك أود الإشارة إلى مسألة مهمة، إن الترجمة مثل هذه الترجمات دائما وكأي ترجمة أخرى يعني تتعلق بالشكل والموضوع، يعني الشكل له علاقة بالأسلوب والموضوع له علاقة بالمضمون، يعني المضمون والموضوع هو نقصد فيه معنى الترجمة، يعني النقل الصحيح للمعنى. أما الشكل والأسلوب هو نقصد فيه أسلوب اللغة التي ينقل لها هذا العمل أو هذا الموضوع. فبالتالي لا بد من هذين الأمرين معا، يعني لا نستطيع أن نقدم ترجمة صحيحة المعنى بدون شكل، بدون شكل نقصد الشكل اللي هو الأسلوب اللغوي، الأسلوب اللغوي السليم والصحيح. الأسلوب اللغوي يحتوي كما قلنا سابقا على مسألة يعني الإعراب الصحيح والنحو الصحيح، زائد أن الكلمات تكتب بشكلها الصحيح بعيدا عن الأخطاء الإملائية والأخطاء الشكل، يعني شكل الكلمات وشكل الحروف يجب أن تكتب بأسلوب صحيح. لابد من الأخوة والأخوات المترجمين يركزوا على هذه النقطة. هذه المسألة ليست صعبة، يعني هي لو كانت صعبة لكنا قلنا أوكي يعني لهم عذر، لكن مسألة صعبة، يعني المسألة عفوا يعني مقدور عليها من خلال التجربة. نحن نقول إذا الأخوة المترجمين والمترجمات جدد في هذا المجال فلا بأس، فيتعلموا إن شاء الله من أول مرة وثاني مرة، لكن نقول إذا الأخوة المترجمين لهم خبرة أو يعني مارسوا الترجمة منذ فترة طويلة يعني يخطئون هذه الأخطاء، فهنا مشكلة الحقيقة، لا بد أن يراجعوا أنفسهم، ولا بأس الإنسان أن يعود إلى نقطة البداية حتى يصحح نفسه قدر الإمكان. لكن الأخوة اللي يعني لدينا أمل فيهم إن شاء الله، إن الأخوة والأخوات الجدد في الترجمة إن يجب أن يفهموا هذا الأمر. بعض الناس يترجمون ويعتقدون أن الأسلوب شكل اللغة غير يعني غير وليس هو الأساس، ليس لا هذا يعني عنصرين أساسيين، هكذا الرجلين الذي القدمين الذين تقوم من خلالهما الترجمة. فأرجو أن يكون هذا واضح، لأن هذا نقول هذا أضعف الإيمان، يعني هذا الحد الأدنى. لا نقول يعني نريد منك أن تكون الفراهيدي أو يعني سيبوي عصرك، يعني لا، لكن نريد أن تكون لديك حد أدنى، لا تخطئ الأخطاء السهلة والتي ليس لها يعني ليس لها داعي. فبالتالي على هذا الأساس وعلى هذا المنوال نبدأ يعني مثل هذه المراجعة، ونرى قدر الإمكان أين سنقف، ولا يعني أعلم إذا كان الصوت فيه تشويش أو لا، لأن أنا غيرت الميكروفون والميكروفون الأسبق كان أحسن، ولا أعلم إن شاء الله أتمنى يكون الصوت واضح. يعني أيضا لدينا مشكلة بالماوس، الماوس أصبح أقل كفاءة، لكن نحاول قدر الإمكان، وعذرا إذا حصل أي يعني ضعف بهذا الجانب. نقول احنا يعني المرة الماضية قلنا ان نشاهد التترات، هذه التترات اللي امامنا نشاهدها ونرى كيف تكون الجملة، لان احنا قلنا الجملة هي الاساس في اللغة الانجليزية
ويفترض في أي لغة. فبالتالي أمامنا الآن واضح من أول البرنامج هذا الوثائقي أن أمامنا جملة تقع في 3 تترات. نلاحظ ونركز أن أين تقع نقطة الجملة، أين تكون النهاية، لماذا؟ حتى نفهم كيف تكون الصياغة الأفضل في الترجمة. احنا قلنا في الترجمة لازم يكون المترجم دارس لغة إنجليزية أو قواعد اللغة الإنجليزية أو ما يسمى يعني صرف اللغة الإنجليزية سينتاكس، حتى يفهم كيف يعني يعيد يعمل ريفريزنج للجملة. فبالتالي يعني هذه الـ3 تترات تكلمنا عنها، الرجاء العودة إلى التدريبات السابقة حتى نفهم يعني التترات كيف تكون وكيف يعني نكون من خلالها الجملة. وقلنا أيضا إن ممكن نقوم بعملية دمج أحيانا حتى تكون الصياغة أفضل، دمج الجمل. يعني أنا صراحة قلت دمج، لكن في بعض الأخوة والأخوات أساءوا عملية الدمج هذه من خلال، لكن نحاول قدر الإمكان يعني الدمج يكون من خلال الجملة، يعني ليس يكون من خلال شبه جملة. يعني ما يصير أدمج يعني مثلا السطر رقم 3 هذا يكون آخر الجملة، لا يصح أن أدمجه مع السطر الذي يليه الذي هو بداية الجملة الثانية. لا، نحن نستهدف الجملة من بدايتها إلى نهايته. إذا كان في إمكانية لدمجها في تتر واحد فلا بأس، لكن إذا كان السطر طويل ويزيد عن المدة المعقولة كما قلنا اللي هو مثلا ممكن يعني 8 ثواني أو بهذه الحدود، يعني يزيد أو يقل قليلا ممكن، لكن يعني ما نعمل الدمج آخر الجملة مع بداية الجملة التي تليها، لا هذا ما يصير. يعني ما يصير، راح يؤدي إلى إرباك في الترجمة وإرباك في وصول الفكرة للمشاهد. فبالتالي نرى أين النص يبدأ، يقول 90 مليون مايلز فروم إيرث، هذه بداية التتر الأول. Faster than anything ever made, a spacecraft plunges into our sun. طيب هو يقول على بعد 20 ميلا من الأرض، تمام، نجد مركبة فضائية أسرع من أي شيء صنع من قبل، ماذا تفعل؟ تذهب لاستكشاف شمسنا. المركبة الفضائية تذهب لاستكشاف شمسنا. طيب أنا الحقيقة صلحت هذه، لكن شوف الملاحظة البارزة على الأخ المترجم إن التاء المربوطة، سنرى كيف هو يتعامل معها. فيقول نشوف السطر الإنجليزي: This tiny craft no bigger than a car faces a star a million times the size of our planet. هذه أيضا 3 تترات تكون جملة واحدة. فيقول هو هذه المركبة، وجدنا الآن أول ملاحظة، المركبة هل هي بالهاء أم بالتاء المربوطة؟ وبعدين يكرر: التي لا يزيد حجمها على حجم السيارة. لا، واضح أن المشكلة متكررة. يعني الرجاء الانتباه، المركبة تكتب بالتاء المربوطة والسيارة تكتب بالتاء المربوطة. إذا كان الأخ أو الأخت المترجمين يعانون من هذه المشكلة لابد من تصحيح هذا المسألة، هذه مسألة جادة، لأن بعض يعني المشاهدين لن يقبلوا مثل هذا الخطأ اللي هو قد يكون غير يعني ليس له داعي. يعني نحن نتخرج مثلا من الجامعة ونحن لدينا حد أدنى من المعلومات باللغة، إن نعرف الفرق ما بين التاء المربوطة والهاء. فبالتالي هذه أيضا لحظة، بس بالنسبة للأسلوب الترجمي يعني نشوف المسألة يعني كيف عولجت. يعني نقول خلنا نشوف السطر الأولاني أو السطرين الأول: على بعد 20 ميلا من الأرض، يقول نجد، نرفع هذا السطر شوية على أساس يعني نشوف بوضوح قدر الإمكان، نجعل هذا هنا حتى يكون واضح. نعم، يقول نجد مركبة فضائية أسرع من أي شيء صنع من قبل. المركبة الفضائية ماذا عمل هو؟
يعني هو هنا يقول faster than anything ever made، كرر المركبة الفضائية. يعني هو لو عمل إعادة صياغة لما احتاج لأن يكرر، يعني قال هنا مركبة فضائية أسرع، و يعني مركبة فضائية. لاحظ التوقيت كما قلنا، أن التوقيت هنا duration برنامج، يعني الرجاء الترجمة من خلال هذا البرنامج اللي يساعد، يعني قلنا هنا اللي هو subtitle edit يساعد بمعرفة duration، أو حتى من غير ما أنت يكون عندك duration تعلم أن مثلا المدة هنا مثلا 9 إلى 11، يعني ثانيتين، ثانيتين وشوية، وهنا أيضا 12 وإيش و15، يعني 3 ثواني وشوية ونص، 3 ثواني ونص. وبالتالي إيش تعلم إن يعني المدة هنا قليلة نوعا ما. بس لاحظ، نلاحظ هنا أن في وقت، يقترب من الثانية ما بينهم، إذن فعلا لا نستطيع أن ندمج. لكن هل السطر الأول نستطيع أن ندمج 90 faster than anything؟ أيضا هنا شوف، لاحظ الفرق، المسافة الزمنية ما بينها 8 نهاية التتر الأول و 8 إذا تقريبا يعني ثانية. أيضا هنا صعب الدمج، ليش؟ لأن هذه البداية، بداية البرنامج يحاول أن يعطي مقدم. إذا لا بأس، هو يقول المركبة الفضائية، نجد مركبة فضائية أسرع من أي شيء صنع من قبل، المركبة الفضائية تذهب ل سبيس كرافت. طيب هنا هو لم يقل faster than anything، هو حاول أن يعيد، ممكن تقول على بعد، زين 20 ميلا، 20 ميلا هو قال. يعني هذا أيضا، لا هذا عدم انتباه، كاد أن يفوت علينا، 20 ميلا من الأرض. طيب ما هو قال لك 90 مليون ميل، لا أعلم كيف يكون هذا يعني الرؤية. 90 ميلا، كيف أصبحت 20 ميلا؟ لا أفهم. يعني هو واضح لازم تصحيح هنا، على بعد 90 ميلا وليس 20 ميلا، 90 ميلا، 90 ميلا، 90 مليون أيضا وليس 90 ميل، 90 مليون ميل. لا هالشكل، إذا أخطأنا بالأعداد راح المعنى يكون مختلف تماما. يعني 20 ميل، يعني هذه المسافة قريبة. لازم نركز مع الأخ المترجم، لأنه هذا نقدر نسميه خطأ فادح. يعني من 20 مليون أصبح من 90 مليون ميل أصبحت 20 ميل، لا مستحيل. إذا نجد مركبة faster than anything ever made، نجد مركبة فضائية. أنا أتوقع أن المترجم ترجم من خلال النص وليس من خلال ترجمة سماعي، ما ينفع. نجد مركبة فضائية، يعني لماذا نقول نجد أسرع؟ ويعني هو حاول يفسر. يعني لاحظ أن أمامك أيضا المعادلة، اللي هي أن أمامك 2 ثانية و700 جزء من الثانية في مقابل كم حرف لديك؟ 41 حرف. هنا هل 41 حرف، الرجاء العودة إلى ما ذكرناه في التدريبات السابقة، هل 41 حرف يكفي خلال ثانيتين حتى المشاهد يقرأ بوضوح؟ أنا هذا هو السؤال، يعني ما أعتقد صعبة. فبالتالي لازم نقلل قدر الإمكان، والمركبة الفضائية هو طبعا راح يشرحها خلال السطر، التتر الثاني، يعني التتر التالي يعني. فبالتالي ممكن نخليها بشكل غامض كما هو وضعها بشكل غامض، ونقول وأسرع من أي شيء صنع من قبل، وبعدين مركبة فضائية. وأسرع من أي شيء، نعمل أوتو بي آر هنا يعمل، يعني يحدد السطر. إذا شوف الآن 26 حرف، 26 حرف قابلة لقراءتها في 2 ثانية و700، قابل. و then ever made، أها يقول طيب هو قال a space craft، ممكن طبعا نقول المركبة الفضائية، لا هو قال هنا الأحسن مركبة فضائية، يعني خليها أيضا
منكرة، مركبة فضائية، مركبة فضائية، مركبة فضائية تقوم إيش؟ مركبة فضائية plunges into the our sun. plunges، هل هي تذهب؟ هذه المترجم واضح أنه شنو؟ إن حاول يتخيل الجملة plunges، واضح أنها تندفع، تندفع مركبة فضائية نحو الشمس. هو ما ذكر الآن هل هي تستكشف أو ما تستكشف، لم يذكر إن تستكشف أو لا، فبالتالي لا، تندفع plunge into، تندفع، واضح المعنى، تندفع نحو مركبة، تندفع، وبعدين أفضل يعني لو نخليها الجملة تندفع نحو شمسنا. طيب ما احنا نقول شمسنا our sun، نحو الشمس ممكن، يعني نحو الشمس هي مفهومة ان شمسنا نحو الشمس، لما تتكاثر الشموس وتكون متداولة بالمعاني نقدر نميزها، نقول والله شمسنا، لكن هي نحو يعني نحو الشمس. طيب تندفع مركبة فضائية، لماذا بدأت بالفعل؟ لماذا بدأت فعل؟ لأن في قلنا دائما بالترجمة اللغة العربية تركز على الفعل. إذا كانت الجملة في اللغة الإنجليزية يغلب عليها الفعل. نحن قلنا في اللغة الإنجليزية subject verb object، اللغة الإنجليزية تركز على الفاعل subject، أو اللي من يقوم بالعمل أو يقوم بالفعل، فبالتالي اللغة العربية لا تركز على الفعل. فالأفضل لغويا، إلا إذا أنت كمترجم وضعت الجملة اسمية، وضعت مثلا خوات إن ولا كذا، حروف الناسخة يعني، فلا، الآن تندفع مركبة فضائية نحو الشمس، الجملة ألطف نوعا ما. طيب يقول this tiny craft no bigger than a car faces a star a million times the size of our planet. face يعني واضح الجملة فعلية هنا، faces تواجه. خلينا نشوف المترجم كيف. هذه المركبة قلنا احنا ما ينفع، هذه متى مربوطة، هذه أول ملاحظات المهمة والجوهرية على الترجمة، إذا كانت تاء المربوطة لازم التمييز ما بين تاء المربوطة. طبعا راح نشوف الهمزات، الهمزات هي تمثل الكابوس كما يقول أحد اللغويين، لأي كاتب ولأي مترجم ولأي، فيقول هذه المركبة التي لا يزيد حجمها على حجم، طيب لماذا السيارة؟ أكار على حجم سيارة، أحسن، على حجم سيارة. لازم أنت تعلم، يعني تعلم متى تعرف ومتى تنكر، على حجم سيارة أو ممكن حجم السيارة لا خلاف يعني، لكن ممكن السيارة على حجم السيارة، بمعنى السيارة أي سيارة أنت حددت لها، أي سيارة على حجم سيارة، ممكن تضعها ممكن نشيلها، يعني ليست بذاك الخطأ الجوهري. هذه المركبة التي لا يزيد حجمها على حجم سيارة ماذا تقف أمام نجم أكبر بملايين المرات من كوكبنا، صح. طيب هو قال a million times the size of our، طيب ممتاز. طيب هل نقدر ندمج السطرين؟ نستطيع أعتقد. ماذا قال؟ تقف أمام، هي قال faces a star، faces a star، تقف أمام، صحيح لا بأس، ممتاز. طيب نقول هل ممكن دمج؟ خلينا نشوف إذا دمجنا ماذا سيحصل. سيحصل لدينا وقت 8 ثواني و700، هذا ممكن طبعا قابل، لأن احنا نقول ممكن نوصلها لـ9، عرفت كيف؟ فبالتالي هذه المركبة التي لا يزيد حجمها تقف أمام نجم أكبر، بعدين أنت 86، 86 حرف، لاحظ 86، هذا في البرنامج يضع لك ان 44 حرف في هذا السطر الاول من التتر، و42 حرف بالثاني، فلازم تكون فاهم معادلة جيدا. 86 حرف قابل طبعا، لان على شروط نحن قلناها وذكرناها سابقا، انه هو وثائقي، وثائقي وليس درامي، درامي يختلف التعامل. يقول once deemed mission impossible the probe needs astonishing new technology to survive. طبعا نحن الآن لسنا بصدد السرد، بداية البرنامج ليس بصدد السرد
السرد المتتالي، بل يعنى بعرض مقدمات هكذا، مقدمات توضيحية، جمل مقطعة نوعا ما. طيب الآن في سطر أو تتر فاضي لا أعلم لماذا نتركه حتى نشاهد. نحن الآن نعمل مراجعة على التكست من ناحية الشكل واللغة، يعني أقصد الشكل والمعنى، الشكل هو يعنى باللغة. طيب يقول the probe needs once deemed mission impossible، كان مستحيل الوصول إليه. في سطر متروك لا أعلم لماذا كان مستحيل الوصول إليه. once deemed mission impossible لولا التكنولوجيا الحديثة. once deemed mission impossible the probe needs astonishing، كان مستحيل الوصول إليه لولا التكنولوجيا الحديثة الموجودة في عصرنا. طيب أمامنا المشكلة المتكررة اللي هي مشكلة إيش التاء المربوطة. لازم الأخ المترجم الحديثة، نشوف واضح واضح واضح، مشكلة مزمنة يعني. طيب الآن يقول كان من زين، ممكن دمج السطرين أيضا. الدمج يكون من خلال هذا الزر، أن تدمج ما يلي السطر الذي أنت مؤشر عليه، تدمجه بهذه الطريقة ويكون، وأيضا تعمل له أوتو بي آر أحسن حتى ينسق. هذا يعمل على تنسيق السطر بشكل متساوي. شوف أكبر شيء يعني أكبر شكل متساوي ممكن، 32 37 آليا يعني. كان مستحيل الوصول إليه لولا الوصول إليه اللي هو الشمس يعني. طيب نفترض ان الشمس، المهم يقول its mission to solve mysteries of our awesome star، يقول ومهمتنا هي حل لغز هذا النجم الهائل. طيب awesome star، طيب هو يقول its mission، مهمتنا نحن ولا مهمته هو؟ هو مهمته هو ومهمتنا، its mission ومهمته اللي هو ايش؟ اللي هو المركبة الفضائية ومهمتها. إذا المركبة فضائية معناها مؤنث، ومهمتها المركبة، ممكن تقول مهمة المركبة مرة أخرى، هي حل لغز هذا النجم الهائل. طيب هو يقول awesome star، awesome بمعنى امتداح يعني، أو بمعنى، بس ممكن تقول الهائل إن بمعنى المديح، أو بمعنى يعني الشيء الإيجابي يعني awesome. awesome باللغة الأمريكية. لاحظ أن National Geographic هي أصلا أمريكية، وبالتالي يغلب عليها اللهجة الأمريكية، ولو أن awesome طبعا موجود باللغة الإنجليزية. نحاول إذا نشوف هذا، شوف ننصف السطر. طيب جيد، يقول it's the first time we have ever gone this close to the sun. طبعا هنا وضع لك نهاية الجملة في منتصف سطر، هذا شيء غير جيد، بس نحاول. It's been an engineering feat to actually get there and not melt. طيب خلينا نشوف. يقول إنها المرة الأولى التي نقترب فيها من الشمس بهذا القدر. جيد. وبعدين شنو؟ ولقد كان هذا إنجازا هندسيا للوصول إلى هناك دون الدوار. ممتاز، لكن في بعض الملاحظات البسيطة. إنها المرة الأولى. شوف لازم الآن المشكلة أن كيف تعالج، يعني معالجة من مرة واحدة، هذه مشكلة مرة واحدة يعني، ما في زر تضغط على، ليست كلمة، حرف. المرة الأولى ركز أيضا بمسألة الفرق ما بين الياء والألف المقصورة، الياء والألف المقصورة. أذكر مرة ثانية، الياء هذه الياء التي هي جنب حرف هذا الأون سكرين كيبورد، هذه الياء. أما الألف المقصورة هذه يجب التفريق ما بينهما وعدم الخلط ما بينهما. للأسف في مشكلة طبيعية قديمة أدت إلى أن يتم استخدام الألف المقصورة كياء، يعني تجد مثلا واحد اسمه حمدي، يعني تضع من غير نقطتين الياء، يعني استخدم هذا، وهذا على أساس أيام الخمسينات والستينات كان في مشكلة بالطباعة،
الآلة الكاتبة يعني، كان صبار استخدم حرف واحد أو هكذا قيل لي. لكن الآن ليس لديك عذر أيها الأخ المترجم أو الأخت المترجمة، هذا يجب أن يزال اللبس، الياء غير موجودة ما بين الباء والسين، والألف المقصورة غير موجودة ما بين التاء المربوطة واللاء أو على حسب ما هو موجود في الكيبورد الطبيعي. طيب الآن ماذا يقول؟ إنها المرة الأولى، هو كأنه وضعها لا ياء عفوا كأنه، أو هذه كسرة الله أعلم. المهم خلينا نشوف نضعها، إنها المرة الأولى، شوف ما راح يكون فيها شيء، التي نقترب فيها من الشمس بهذا القدر، ولقد كان هذا إنجازا. طيب لماذا ولقد كان هذا إنجازا؟ يعني حاول يعطيها المترجم يعني، أو هو شاف النقطة، ممكن شاف النقطة اللي موجودة هنا يعني close to the sun بهذا القدر. ممكن نشوف ندمج السطرين ونشوف من غير ولقد كان، نلم أيضا من السمات الرئيسية للترجمة المرئية subtitling، سواء كانت ترجمة تلفزيونية أو ترجمة فيديوهات، إن الاختصار قدر الإمكان، عدم استخدام الأشياء اللي فيها تطويل وتمطيط من غير داعي. أصلا اللغة العربية هي تحثك على الاختزال والاختصار قدر الإمكان، لأن الاختصار يعتبر بيان، يعني شيء بليغ أنك تختصر. فنقول إنها المرة الأولى التي نقترب الشمس بهذا القدر، ولو أن راح يكون الكلام راح يكون الكلام 100 حرف يزيد. طيب ما احنا راح نقول وهو إنجاز، وهو إنجاز، ليش نقول ولقد كان هذا وهو إنجاز؟ خلينا نشوف it is been، وهو إنجاز اختصرنا، وهو إنجاز. نشوف إذا قلنا وهو خلاص ما يصير إنجازا، وهو إنجاز هندسي للوصول، هي it is been an engineering feat، وهو إنجاز. صح feat يعني إنجاز أو عمل كبير، يعني engineering عندهم to actually، وهو إنجاز بالوصول، وهو إنجاز هندسي للوصول هناك. بالوصول أعتقد بالوصول أحسن، بالوصول إلى هناك. طيب ليش بالوصول إلى هناك؟ بالوصول هناك، يلا أوكي. طيب خلينا نشوف الآن، ممكن دمج، نحاول نشوف هل الدمج ينفع. إنها المرة الأولى بهذا القدر، أوكي. طيب خلينا نشوف، أعطانا 97 حرف، كثير نوعا ما، لكن ممكن نشوف هل نقدر نلم الجملة. إنها المرة الأولى التي نقترب فيها من الشمس بهذا. طيب هو شنو قال؟ It's the first time we have ever been. طيب أنت ممكن تختصر قدر الإمكان، so close، هو بهذا القدر يعني، هو بهذا القرب يعني، ممكن نلم قدر الإمكان ونخفف 97، لأن 97 في 7 ثواني، 97 حرف في 7 ثواني. لازم تحس أنت كمترجم ناجح، مترجم subtitler يعني a good subtitler، لازم تكون فاهم الفرق، المعادلة ما بين عدد الحروف وعدد الديوريشن يعني المدة، يعني عدد الثواني. فبالتالي نحاول قدر الإمكان يعني هكذا التي نقترب من، يعني هكذا تشير إلى شنو؟ القرب. ليش؟ لأن أنت خلي بالك أمامك عامل أساسي الذي هو الفيديو المشاهدة. طيب إذا نشيل هذا ونشوف، وأنجزت، أنت شوف راح اللون الأحمر لأن أنت أصبحت 92 حرف. إنها المرة الأولى التي نقترب فيها من الشمس هكذا، يعني نقترب، خلاص تقول نقترب صح، وهو إنجاز هندسي بالوصول إلى هناك دون الذوبان. طب أنت عندك هنا مسافة حرف زائد ما له داعي، شوف راح يصير 91، راح يصير عندك 91 أو أي 91. فهكذا يكون السطر مقروء. طبعا 7 ثواني تستطيع أن يقرأها المشاهد، يعني 91 حرف يستطيع أن يقرأها في 7 ثواني و800. طيب يقول كم من يقول new data will help warn the
warn of the dangers of electromagnetic explosions from the sun. جملة واضحة. طيب هي مدموجة، طيب جميل، مدموجة مدموجة، لكن لدينا مشكلة ايش؟ التاء المربوطة، التاء المربوطة. المعلومات الجد. طيب شلون نعرف التاء المربوطة من هنا؟ التاء المربوطة إذا تنوين، تنوين واضح. إذا قلت جديدة، جديدة إذا تنون معناها خلاص، يعني جديدة كبيرة مركبة. إذا هي مركبة، أنطقها أنا ممكن مركبة، لكن هي مركبة إذا نونتها معناها تأخذ التاء المربوطة. طيب إذا ها، يعني مثلا أقول له، له هذا القلم له، إذا هل أستطيع أقول لهن؟ ما يصير، ما تكون يعني كلمة مختلفة. هل أستطيع أن مثلا رجله؟ معظم الهاء تجي يعني تأتي على شكل الضمير، يعني رجله مثلا، أو مثلا يعني معظمها تأتي بشكل الضمير، الضمير الهاء، فبالتالي ما يعني ما تأخذ التنوين. لكن الكلمة إذا كانت تأخذ التنوين فهي طبعا بطبيعة الحال لا، يعني هي تاء مربوطة وليست هاء. هذا المفروض يعني نكون الناس جاهزين وهم يأتون بهذا، يعني المعلومات هذا المفروض تكون واضحة. طيب لكن لا بد أحيانا مما ليس منه بد. أيضا الهمزات، الهمزات واضحة. الانفجار، هل كيف نميز كيف نميز هذا الانفجارات؟ الانفجارات هي إذا كانت راح تكون مكسورة، يعني الانفجار وليس الانفجارات. بس هل هي همزة تأخذ الهمزة ولا لا تأخذ؟ هل هي شمسية أم قمرية كما نقول؟ طيب الانفجارات، الانفجارات واضح أنها من غير همزة أصلا، ليست مكسورة يعني. فبالتالي هذه نقطة قد تكون يعني أيضا مهمة. كما نقول بس السطر مدموج بشكل جيد، جيد هذا الكلام. في سطور لا أعلم ما هي قصتها، فاضية طبعا، هي مدتها أصلا قليلة يعني السطر، لكن نسيبها نشوف. يقول بعدين، يقول إيه؟ يقول solar storms can cause blackouts over large parts of the world. طيب هذه جملة لوحدة، تتر يعني يشيل جملة واحدة. يقول solar storm can cause blackouts. أيوة، فblack out صحيح انقطاع التيار الكهربائي، صحيح. بس احنا نحاول نلمها قدر الإمكان، لا ننسى ان 4 ثواني، 4 ثواني و83 حرف انقطاع الكهرباء، انقطاع التيار الكهرباء، عشان نلم المسألة قدر الإمكان نحاول نختصر. انقطاع الكهرباء، انقطاع الكهرباء، نشيل التيار. احنا لو نص، انا يعني لو نص مكتوب ممكن نكتب انقطاع التيار الكهربائي ونسترس، بس المشكلة أمامنا محدودين، أمامنا مساحة محدودة. وهذا لأن العواصف الشمسية أيضا، ها التاء المربوطة، التاء مربوطة، يمكن أن تسبب انقطاع الكهرباء في أجزاء كبيرة من العالم. الأكبر صحيح، في أجزاء كبيرة. طيب ها الحمد لله، يعني هو كتب كبيرة، يعني عرف أنها إيش، أنها تاء مربوطة. نتمنى أنه يتحسن يعني في أجزاء، أجزاء صح، أجزاء هي طبعا همزة وليس ألف فقط. طيب يقول nothing from earth has ever been this close to our star before. خلنا نشوف كيف تعامل معها. لم يصل أي شيء من الأرض إلى مكان قريب كهذا إلى نجمنا من قبل. جيد، لكن في طبعا أخطاء في الكتابة أو الحروف. شيء، شيء لا تكتب هكذا، شيء لا تكتب بهذا الحرف يعني، لا تكتب هكذا، شيء ياء وبعدين أضع الهمزة كما هي، الهمزة على السطر. شيء يعني قاعدة أخذها، شيء لا تكتب هكذا، لا تكتب هكذا. يعني أنا في السابق مرة كتبت هكذا شيء وحطيت الهمزة هكذا، كان أيضا خطأ. هي الصح
أن تضع الياء وتضع الهمزة على السطر. لم يصل أي شيء من الأرض إلى، طيب هذه مشكلة أخرى، إلى يا سيدي تكتب هكذا وليس بالياء، هذه واضح أنها ياء، ياء أو والله ما يبين عندي، هل هذه كسرة؟ طب خلنا نجرب، لا والله ياء، حاط ياء، ها ياء، شوف ياء، حطيت ياء، لا ما ينفع، إلى، إلى ما تكتب ياء، مستحيلة يعني. إلى بالألف المقصورة، نسميها ألف مقصورة، كأن شكلها يعني. طيب إلى مكان قريب كهذا، إلى أيضا، طيب هذه ممكن نعدلها يعني، ممكن نعدلها كذا يعني، اللي هو بالتعديل الأوتوماتيكي قابل، بس المشكلة مشكلة التاء المربوطة. طيب كيف نعدل تعديل replace؟ طيب نكتب الكلمة اللي تكتب بالخطأ، نكتبها خطأ ونضع مسافة، وبعدين نقول الصح تكتب هكذا، لعل وعسى يبدلها ويخلصنا يعني. طيب نكتبها ونشوف إذا صار خطأ لاحقا يعني، هكذا تكتب replace all عشان نرتاح، نحن في السطر 13. إذا يقول نشوف، تركنا في السطر 13. طيب إلى نجمنا من قبل، جيد. وبعدين يقول to our star it is uncharted territory and Parker solar probe is blazing hair away through there. يعني يقول it is uncharted territory. طيب شنو يقول؟ وقد يحترق المسمار الشمسي، المسمار والذي يسمى باركر في طريقه إلى هناك. It is، طيب وين it is uncharted، وين هذه uncharted territory؟ ولكن استغرقت هذه الرحلة، وين عند it is a mission. طيب it is uncharted a territory. طيب نقول دائما ان يعني دائما يجب العودة الى القاموس، دائما uncharted. طيب خلنا نشوف uncharted، عدم التكاسل من الذهاب الى القاموس، نقول chartered territory. وقد يحترق، لأن ما في إشارة في الترجمة إلى هذا السطر أو هذا المعنى، نقول نستخدم طبعا هذا قاموس وورد ريفرنس، لكن نستخدم أفضل القاموس الآخر اللي هو قاموس المعاني، أيضا أثبت كفاءته يعني، نوصي يعني باستخدام مثل هذه القواميس. المعاني فيه يعني فيه مرادفات وفيه حلول أعتقد، وأحيانا لا يلبي، لكن هو الحقيقة إيش الحقيقة، لازم تخليه قاموس عربي. طيب فنقول chartered، نقول إيه chartered قانوني، مجاز، مستأجر، سفينة، uncharted هذا قال العكس، uncharted مؤجر، إيه uncharted، يعني هو كأنه يقول هي أرض غير ما ينفع، غير قانونية، غير خاصة، معتمدة يعني، هذه كلها معاني. طيب خلينا نشوف ال uncharted، نحاول لا نيأس قدر الإمكان. طيب نشوف uncharted من غير الصفة، chartered صفة، uncharted غير معلوم، لحظة. طيب نضعها كصفة uncharted. طبعا احنا قلنا وشرحنا في حلقات سابقة ان طريقة استخدام القواميس غير مؤجر ما تنفعنا على الكلمة. طيب بنشوف القاموس الانجليش، انجليش الذي هو طبعا نستخدمه بالجوجل، يعطينا عدة قواميس
بنشوف نكتب دائما define، وهذه أنصح فيها جميع الأخوة والأخوات، define وبعدين كما يقولون هم اللي قالوا لنا يعني جماعة، أن قاموس جوجل والقواميس كل القواميس الممكنة موجودة في هذا في المتصفحات عموما يعني المواقع، يكون من خلال كتابة define وبعدين يعطينا القواميس. Uncharted. طيب العربي اي مجهول، قاموس الجوجل العربي اعطانا انه مجهول جيد. لا بس خلينا نشوف الانجليش احسن. of an area of land or sea not mapped or surveyed، يعني غير مدونة على الخريطة. صحيح، اذا هذا هو المعنى. هنا الاستاذ المعاني ما يعني ما اعطانا المعنى Uncharted، هذه كلها معاني أخرى. طيب يعني هنا المعنى أفضل، غير مدروس لا بعيد شوية، فبالتالي هذا هو المعنى المقصود، غير مدون على الخريطة، مجهول، ممكن تكون مجهول. إذا وين هذا المعنى؟ أين هذا المعنى ذهب؟ وقد يحترق and Parker's rope is blazing here away through there. وقد يحترق المسمار، هي طبعا ليس المسمار، المسبار، المسبار هو المقصود، المسبار وليس المسمار، في الفرق ما بين المسبار والمسمار. لا أعلم ما هو هني، لكن في واضح أن في شيء ناقص، ونقول it is إنها أرض. نشوف بعدين التوقيت، التوقيت إنها أراض، هي أراض الشمس، إنها منطقة، ما يعني ما تنفع تقول أراض، إنها منطقة مجهولة، ممكن تكون مجهولة قدر الإمكان، نختصر إنها منطقة مجهولة. and Parker Solar Probe، واضح ان المترجم انتبه انها بالكابيتال، Parker Solar Probe هذا اسمه، is blazing here away through there. is here، ليش قال here؟ يعني لماذا هذا الضمير؟ طيب خلينا نشوف Parker Solar Probe محطوط كابيتال، طبعا ايضا نستخدم البحث، نستخدم البحث عادة، نستخدم البحث. شوف موجود في الويكيبيديا باركر سولار بروب. طيب وتشوف بالبحث هذا، هو طبعا انت تتخيل شكله، هو طبعا موجود بالفيديو يعني اكيد اسهل، لكن اذا ما عندك الفيديو تقدر لازم تشوف عشان تتخيل انت عن ماذا تترجم يعني. طيب خلينا نشوف العربي، يعني اذا انت رحت الويكيبيديا ممكن يكون في عربي مسبار، شوف اعطاك مسبار وليس مسمار، لا اعلم هو يسمى مسمار الحقيقه. مسبار باركر هو مركبه فضائيه روبوتونيه من وكاله ناسا في طريقها لاستكشاف هاله الشمس الخارجيه، سوف تقترب حتى 8.86 نصف قطر شمسي، يعني 6.2 مليون كيلو متر او الى اخره من سطح الشمس. غلافها الضوئي عند الوصول إلى أقرب نقطة بينه وبين الشمس تكون سرعتها قد تزايدت شديدا بسبب جاذبية الشمس، وصلت إلى نحو سرعة 700,000 كيلو متر في الساعة إلى آخره. طيب هذا الكلام يعني يعطينا شرح يفهمنا الموضوع. is blazing here، يعني اللي هو شنو؟ is blazing here way through there it's our star nothing from earth. أساس نفهم هير، لماذا هير؟ يعني هير اللي هو المسبار، هير يرمزون له إلى جانب تحببا يعني، وقد يحترق المسبار. طيب المترجم اختار انه يعني ما يعني يضع بهذه الطريقة ان هي يحترق اللي هو المسبار، وهذا صحيح، والذي يسمى باركر، لا ما هو قال ايش باركر سولار بروب، يعني مو مشكلة إذا احنا حاولنا نعطي تعريف لهذا المسبار، هو قال لك هنا بالويكيبيديا مسبار باركر، خلاص ايه مسبار باركر.
واللي يسمى فاكر في طريقه إلى هناك، إنه قد يحترق المسألة. هو فهمها المترجم أن is blazing here way through there blazing here. نشوف المعنى، هل المعنى صحيح ولا يبين. طيب في سطور واضح أن موضوع بطريقة عشوائية نوعا ما، لكن خلنا نشوف. its mission it is a mission 60 years in the planning. ولكن استغرقت هذه الرحلة من التخطيط. لا هنا، لا هنا خان الذكاء وخان الذكاء المترجم الكريم. it is a mission 60 years in planning، يعني هي المهمة مخطط لها أن تدوم 60 سنة، مش استغرقت 60 عاما. في فرق، في فرق بينه. in the planning يعني in the planning. طيب in the planning هل هو idiom؟ نشوف. in the planning يعني لما سيكون، يعني المقصود فيه ك يعني بالمستقبل. in the planning. طيب خلنا نشوف، يمكن انا غلطان، الله اعلم. in the planning واضح موجود. لا the planning لا والله غير موجود. in the planning خلنا نشوف هل موجود ك، لا مو موجود. what is planning؟ لا 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 in the planning بس واضح المعنى، مش in the planning يعني هو مخطط له وعمل لكي تستغرق مستقبلا 60 سنة. it is a mission 60 years in the planning، ولكن الرحلة أو استغرقت 60 عاما. والله أنا ما أقدر أجزم يعني. طيب ممكن يكون مترجم هو الصحيح، ولكن استغرقت هذه الرحلة 60 عاما. طيب استغرقت من ناحية الإعراب، استغرقت هذه الرحلة 60 عاما ولا 60 عاما؟ طيب ناحية المعنى ممكن يكون مترجم عنده حق، يعني حق في هذا الموضوع، لكن من ناحية الإعراب ورانا الإعراب. لا تقلق يا أخي ويا أختي المترجمين، الإعراب والنحو وراءك، يجب أن تكون لغتك سليمة عندما تقدم شيئا باللغة العربية. ولكن استغرقت هذه الرحلة 60 عام. طيب استغرقت فعل ماضي، الرحلة هو المفروض هذه تعود على الرحلة 60 عاما، إذا لأن هي يفترض أن تكون هكذا 60 عاما من التخطيط. طيب أترك هذا الآن حتى نشوف، يعني يمكن نفهم شيء بعدين، لأن هي ambiguous. it is a mission 60 years in the planning. هل هي يقصد، يعني يقصد فيها أن يعني عملوها الآن ومخطط لها 60 عاما مقبلة، أو أنهم من 60 عاما كانوا يخططون إلى هذه المسألة؟ يقول now finally we are touching the sun، وقول الآن أخيرا نحن نلمس الشمس. ممكن يكون صح، ممكن يكون 60 عاما في السابق. طيب الآن، طيب ونشوف يعني علامات التقديم بالنسبة لنا للأسف الشديد باللغة العربية غير واضحة. يعني هو حق لك الآن now comma finally comma we are touching the sun. طيب يعني ما، يعني ما نستطيع أن نضع النقط اللي هي نقطتين أو ثلاث نقاط هذه للاستدراك، كأن حديث متقطع وفي استدراك يعني. فلا، وبعدين في نقطة أحلى، لو أقول أما الآن، هذا كلام في 60 سنة سابقة، نقول أما الآن وبعدين أما الآن. ممكن نضع هذه أخيرا آخر شيء، زين we are touching، ونلم السطر أيضا منها نقطتين فوق بعض، ما أدري هل يجوز. أما الآن فنحن نلمس، فنحن نلمس الشمس أخيرا أخيرا. طيب التنوين نشوف، نستغنى عن التنوين قدر الإمكان، متعب شوي نوع، ممكن التنوين تضعه أو ممكن تستغنى عنه. أما الآن فنحن نلمس الشمس أخيرا، 30 حرف في 4 ثواني مدة كام؟ طيب كيب كانافرال فلوريدا، منطقة كيب كانافرال معروفة،
طيب يقول ناسا ار جوينج وير نو ميشن هاز جون بيفور. وكالة ناسا ذاهبة، هل هي ذاهبة؟ لا، ذاهبة ذاهبة زين. لكن احنا قلنا اذا تستطيع ان تجعل جملة فعلية احسن. وكالة ناسا تقدر تقول يعني شنو؟ زين، تمضي وكالة ناسا إلى حيث لم يذهب أحد من قبل. ممكن أحسن تكون تمضي وكالة ناسا، وكالة بالتاء المربوط، ما في تصحيح للأسف. تمضي إلى حيث لم يذهب. ها هو يقول وير نو، لم تذهب، قصدك مهمة، وير نو ميشن. إذا تغير، إذا ميشن غير على الموضوع. ار جوينج تمضي وكالة، يعني ممكن تقول تمضي وكالة ناسا في مهمة، هنا شوف، في مهمة، وبعدين نشيل إلى، نقول حيث لم يذهب. شنو قال؟ حيث طيب ممكن نقول له أفضل، في تعبير أفضل، تمضي وكان في مهمة، لم نشيل حيث، لم يقم بها أحد من قبل. أحسن، أليس كذلك؟ تمضي لم يقم بها أحد، أحد همزة، همزة إيش؟ من قبل. طيب هكذا يكون أحسن. بعدين لا ننسى أوتو بي آر حتى يكون السطر جميل ومقروء. فيقول they are heading to the sun. طيب أنهم يتجهون، طيب هي إنهم، إنهم وليس أنهم، إنهم ولا داعي لأن أصلا، فهم ممكن نكتفي هم يتجهون نحو الشمس، ممكن نتركها كذا، أو ممكن نقول إذ يتجهون نحو الشمس، أحسن بس نتركها. طيب يقول the rocket has been at the launch pad، ما انتهت الجملة، awaiting the arrival of Parker Solar Probe. طيب الصاروخ لديهم في وضع الإطلاق، ولكنه ينتظر وصول مسمار، متكرر يعني، مسمار هي مسبار، مسبار باركر. احنا قلنا ايش يقول الأستاذ في مسبار باركر. طيب عشان نتخلص من المشكلة نشوف مرة واحدة. خلنا نشوف مسمار، نكتب مسمار، هي مش مسمار يا جماعة، مسبار، مسمار. طبعا هذا waste of time، طبعا شنو نقول؟ find next. ما فيش، الحمد لله، يبدو ان هي مسمرت معانا مرتين بس. طيب نقول ما زلنا في الدقيقة الأولى. أتمنى ما تذكر إن مس بار وليس مسمار. يقول awaiting the rocket، الصاروخ لديه في وضع الإطلاق، ولكنه بين awaiting، يعني لماذا تقول ولكنه؟ لأن هي مو موجودة بالنص، ونحن نوفر، نريد نوفر قدر الإمكان من الكلمات والحروف أصلا، يعني احنا مشكلتنا حروف، عرفت كيف؟ فبالتالي نشيل ولكنه. أي لا، أي شيء زائد ليس له داعي قد يؤثر على جودة الترجمة. طيب نقول الصاروخ لديهم في وضع الإطلاق، the rocket has been at the launch
طيب لماذا لديهم؟ هو ما قال لديهم، ما قال لديهم صاروخ لديهم، يعني راح يخرب الصاروخ في وضع الإطلاق. خلاص الصاروخ في وضع الإطلاق زين، وينتظروا وينتظروا وصول مسبار باركر الشمسي إلى قاعدته، waiting the arrival. يعني هو فهمها المترجم إن إلى قاعدته وصول. The rocket has been at the launch pad. في وضع الإطلاق، اتفقنا. وينتظر وصول مسبار، وصوله إلى أين؟ هذا السؤال، إلى أين؟ إلى قاعدته، يعني راح يرجع إلى الأرض ولا arrival إلى هدفه؟ طيب خلينا نشوف في، يعني هذا إلى قاعدته توضع تحت الاستفهام، توضع تحت الحجز يعني. طيب نقول she is buttoned up، واضح يسميها she is، نقول hair she is buttoned up looking beautiful ready to go. طيب المترجم فهمها انها مجرد بطة زر خفيفة. طيب لما يقول buttoned up looking beautiful ready to، شنو يعني button up؟ idiom. نقول الايديوم هو مقتل المترجمين، الايديوم اذا انت مو مسلح، وخاصة الاخوة دارسين الترجمة، اذا انت مو مستعد لمسألة الايديوم لا تاخذ الترجمة اصلا صراحة. لازم تكون بالك ان مسألة ايديوم مطبات. buttoned up، buttoned up طبعا ترجمة العربي خاطئة، زر يصل ترجمة آلية، مرات الجوجل يضع ترجمة مرات لا يضع، خاصة اذا كانت صعبة يعني. يقول of a garment having buttons fastened، يعني مربطة، إذا كان هذا في رداء أو ملابس، يعني مغلقة الأزرار. طيب of a person not inclined to reveal thoughts of information or information reserved or inhibited، يعني إنسان يعني متحفظ، لا يشارك، لا يكشف أفكاره أو معلوماته، reserved inhibited. طيب في US هذه يعني العبارة هذه تستخدم، يقول especially of an armored vehicle. أها ممكن هذا هو اللي يكون فاهم، especially of an armored vehicle secured to the maximum degree against attack. ايوه هو هذا المعنى بالضبط. والدليل مثال يقول troops huddle in buttoned up tanks and personal carriers. اذا يعني هذا هو المعنى اللي امامنا، secured to the maximum degree against attack، يعني مؤمن، مؤمنة تماما او محكمة، محكمة الأمان. حلو، ممكن يكون في تعبير أفضل، بس أنا هذا اللي عندي يعني، هذا اللي ببالي، في تعبير أفضل ممكن. الأخوة يساعدونا دائما إذا عندهم تعبير. طيب خلينا نشوف الأستاذ قاموس المعاني، هل لديه، هل وارد عليه هذا المعنى؟ غالبا لا. بوتون أب ولا بوتون أب يا أخي؟ لا، حاط لي زر، زر طبعا، لا ما ليس زر. طيب نقول بوتون أب وليس بوتوند، مرات يضبط نجيبها من غير البوتون اب. هل في حاجة اسمها بوتون اب؟ بوتون اب موجودة، بكلة زررة. لا شنو هذا بكلة؟ والله ما اعرف معنى بكلة زررة، يعني وضع الازرار، هذا المعنى الحرفي. لا نحن نريد المعنى الفعلي او المجازي. button up طيب مو موجود حتى بالأمثلة السياقية، مرات الأمثلة السياقية تفيد في موقع المعاني. طيب لا، إذا هو هذا المعنى اللي نعتمده اللي هو define button up الثالث اللي هو مستخدم في محكمة الأمان. إذا شوف شلون عرفنا الآن، استفدنا
من إنها مجرد ضغطة زر لا، وينطلق. هي محاولة طبعا، مترجم حاول يتخيل. لازم تفهم إن الإيديومز، إيديوماتيك تيرمز، ممكن تواجهك، بالتالي لازم تكون مستعد لها بالطريقة هذه. في تدريباتنا السابقة واجهنا كثير من الإيديومز وكيف نعالجها قدر الإمكان. هنا هذا مثال يعني. She is buttoned up, looking beautiful, ready to go. لا، وين الباقي؟ إنها مجرد ضغطة زر وينطلق؟ لا. هو يمتدح، يضع مشاعر معينة على هذا الجهاز أو هذه الآلة، المركبة. إذا نترك وينطلق ونقول إنها لا. طيب ممكن نخلي إنها، نقول إنها، طيب خلاص مكتوبة إنها محكمة الأمان، الأمانة، الأمان، وإيش، وتبدو، يعني هو يقول وتبدو، إذا كان في وتبدو جميلة يمتدحها، ومتأهبة للانطلاق وليس وينطلق، متأهبة للانطلاق. إذا الهمزة غير موجودة، إنها محكمة الأمان. طيب إحنا كم عندنا؟ عندنا 3 ثواني و690، يعني أكثر من نص. نضع هكذا، ممكن تقرأ إنها محكمة الأمان، نضع يعني ضمة على هذا أساس ما يقول محكمة، لا محكمة الأمان، وتبدو جميلة ومتأهبة للانطلاق. هكذا تكون الجملة، نقلها الدقيق نوعا ما. يقول in charge of the science for the 1.5 billion mission is project scientist Nikki Fox. طبعا خلينا نشوف، المسؤول عن العلوم والتجارب، in charge of science of the science for the المسؤول عن العلوم والتجارب التي تقدر قيمتها بواحد من واحد. طيب بليون، ليش بليون؟ في تعريف يا أخي لها، اللي هي مليار. إذا كان بليون استخدم مليار أحسن، اتجه نحو التعريب دائما، كل ما اتجه نحو، إذا في عندك حلول تعريبية عرب اتجه، يعني بليون ممكن تختلط مع مليون. زين تريليون، ليس له هناك تعريب لتريليون، خلاص استخدم تريليون. مليون، المليون اللي هو ألف، ألف باللغة العربية سابقا، عرفت كيف؟ فإذا طيب نيكي فوكس، هل هي رجل ولا عالمة المشروعات؟ زين طيب، ما انت قلت خلاص عالمة المشروعات نيكي فوكس is project، عالم هو مشروع واحد، عالمة المشروع وليس مشروعات، عالمة المشروع. إذا المسؤولة، وهذا صحيح كاتبه بشكل صحيح، المسؤول وليس على نبرة، المسؤولة عن العلوم. طيب التجارب، the in charge of the science for for the المهمة، وين المهمة؟ مهمة، قالك mission، المسؤولة عن علوم، مو التجارب، ما فيش تجارب، عن العلوم في المهمة. في المهمة التي تقدر قيمتها بواحد فاصل واحد ونص مليار دولار. طيب ندمج السطرين، طبعا الستة هاي نيكي فوكس هتتكلم، اختار المترجم أن يضع علامة التنصيص على الاسم، لا بأس، لكن أنا أقول إن ليس لها داعي، لأن ظهر. خلي بالك يا أخي يا عزيزي المترجم، أن المشكلة اللي أمامنا أن ملفات الـ SRT تظهر، علامات الترقيم التي توضع، التي يقصد وضعها آخر شيء، تظهر معكوسة. فبالتالي إذا أنت تريد أن يظهر بالفيديو بشكل صحيح، تضعها بطريقة معكوسة حتى يظهر بشكل صحيح. للأسف يعني هذا حل،
حل مجبرين على شوف الآن، أنا الآن وضعت المؤشر قبل حرف الباء، قبل حرف الباء ووضعت التنصيص، سيظهر هكذا وسيظهر بالفيديو هكذا. إن ملف الـ SRT هذا النوع غير معرب تقريبا كامل من ناحية علامات الترقيم في أول السطر وآخر السطر. أرجو أن تعود إلى الفيديوهات السابقة. إذا 6 ثواني في 89 حرف جيد. The mission is inspiring. هي تقول، الله أعلم هي تقول أو لا، راح نشوف بعدين. المهمة ملهمة، ممتاز. طيب it is a voyage discovery. طيب هو يعني ممكن ندمج السطرين، يعني ليش ثانية واحدة؟ هذه حرام يعني، ثانية واحدة وثانية واحدة ونردف، يعني نضع أن المهمة ملهمة. طيب المهمة ملهمة، وأيضا ورانا مشكلة إيش؟ مشكلة التاء المربوطة. إنها المهمة ملهمة وهي رحلة استكشاف، اكتشاف. It's a voyage of discovery. وهي رحلة استكشاف، تاء مربوطة. لازم الأخ المترجم يعالج هذه النقطة، وإلا ستحصل مشاكل لا سمح الله. لأننا في طريقنا إلى المنطقة، المنطقة طبعا، يعني إذا كان التعريب، إذا كان عفوا ال معرفة بال، ما ينفع تكون المنطقة، لكن إذا هي شيل التعريب، شيل هذا، صير منطقة أو المنطقة، منطقة. إذا هي المنطقة. التي نعرفها في نظامنا الشمسي. طيب إذا أشوف صححنا إلى جيد، صحت بالتصحيح الآلي. طيب it is a voyage of discovery، خلصنا منها. We are going to the last region of the solar system really to be explored by a spacecraft. طبعا هي تتكلم تقول really وما يعني، اللي هي الكلمات بالاستدراك، الكلام العادي يعني، ليس كلام مكتوب. really ليس لها معنى. يقول لأننا في طريقنا إلى المنطقة الأخيرة التي نعرفها في نظام it is going to the last region، المنطقة الأخيرة التي نعرفها في نظامنا الشمسي. وهذا كله سيتم استكشافه بواسطة. طبعا نحن تكلمنا مع الأخوة يعني عن هذه النقطة اللي هي استخدام المبني للمجهول في الترجمة. هم باللغة الإنجليزية يكثرون من استخدام المبني للمجهول، وبالتالي أنت باللغة العربية إذا كان لديك، قلنا قاعدة، إذا كان لديك الفاعل معلوم في الجملة لا داعي لأن تستخدم الفعل المبني للمجهول. خلاص، ما هو الفاعل موجود. هم عندهم هذه مهارة باللغة الإنجليزية، هم أحرار، لكن نحن في لغتنا العربية إذا كان الفاعل موجود، إذا كان الفاعل موجود يعني خليها مبني للمعلوم. أنت تقول بواسطة، هذه ركيكة، ركاكة، هذه ركاكة، وهذه متفق عليها عند المترجمين. طبعا في اللي هو أنواع الترجمة، مثل الترجمة القانونية، مثل الترجمة إذا كانت لديهم قواعد الركاكة تستخدم بشكل قياسي فهذا خطأ يجب أن يصحح، ويجب أن ينظر إلى القوم، إلى أنفسهم، سواء في الترجمة الطبية أو الترجمة القانونية أو الترجمات الأخرى. إذا كان الخطأ هو القاعدة فهذه مشكلة. يعني يقول لك بعض الترجمات القانونية بواسطة كذا، أو إنه يترجم باي، يعني يريد الدقة في يعني معادلة الكلمات. لا، لأن المبني للمعلومة يعني الفاعل موجود اللي هو سبيس كرافت، باي سبيس كرافت. خلاص، إذا لماذا استخدمها؟ really to be explored by هي طبعا أصل الجملة، يعني شوف، طالت إلى 48 حرف، وهي فقط يعني مسألة سبيس كرافت فقط، explored.
طيب نقول هذا كله we are going، بدل ليش هذا كله؟ طيب وهو يعني المقصود وهو ما تستكشفه المركبة الفضائية. نشوف هل هذا حال ينفع، وهو ما ستكتشفه، تكتشفه المركبة الفضائية. طيب ما انت خلاص أيضا عندنا مشكلة. إذا لابد من يعني التحدث مع المترجم حتى يحل مشكلة الإيش التاء المربوطة، لأننا في طريقنا إلى المنطقة الأخيرة التي نعرفها في نظامنا الشمسي، وهو ما ستكتشفه المركبة الفضائية. ممكن الدمج، دمج طبعا هو من خلال زر merge with line after، أحسن، لأننا في طريقنا إلى we are going to، هو قال we are going to لأننا استخدم لأننا في طريقنا، هي خلاص لأننا في طريق we are going to the last region، وهكذا. طيب ونكمل، هو الآن يعني مرات التاء المربوطة تكون غير صحيحة ومرات تكون صحيحة، ولا أعرف يعني هل هو بسبب المراجعة، إن في أستاذة تكفلت المراجعة، لا أعلم صراحة. لكن يقول إنها بمثابة، هو كتبها بالهاء بس بمثابة، بمثابة اكتشاف قارة جديدة. طيب شنو يقول؟ It's like discovering a new continent. جيد، لكن احنا ننصح ان دائما العودة للغة العربية واكتشاف الشيء الصحيح من الخاطئ من ناحية اللغة العربية. المثابة ليس it's like، المثابة شيء مختلف، يعني كيف تعرف؟ لكن هو دارج عند الناس انها بمثابة كذا. طيب كيف تعرف المثابة؟ المثابة والمفازة ولا كذا. زين نشوف مثلا بالقاموس العربي تكتب ايش، يعني تجد بالقاموس العربي تكتب معنى مثابة. مثابة يعني الناس تثاب عليها، يعني يثاب على الشيء. لكن خلينا نشوف. زين مكان من ثاب إلى أو كذا، بيت أو موضع يرجع إليه مرة بعد أخرى، ليس تشبيه يعني. هنا هذا هو المعنى اللي دارج، اللي هو بمنزلة، لكن هو وضعها هنا، وهذا هو غير الصحيح. يعني أنت خلاص اكتب بمنزلة أو بمرتبة. ممكن كان فلان لي بمثابة أب، وهذا غير صحيح، لأن لما تجد القواميس العربي ثوب، تجد ان الاصليه تجد انها غير، يعني لا تستخدم هذه المثابه، استخدمها بمثابه بمعناها الصحيح. تثويب ثوب المسافر، ثوبه ثوب المؤذن، ليس ثوب الثوب، هل نريد مثابه الثوب، ثوب ادبي الى اخره، دنس الثياب، المثابه من الثياب او من المكافاه، ثوب. طيب ثوب، طيب شوف القواميس، وجد عندهم مثابة. هذا قاموس الغني، القاموس الغني، دعك من السائد. وجد عندهم مثابة يعني مقرا ملجأ، في سورة البقرة وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، كان لهم مثابة الأمن بمنزلة. طيب ما هو إخواننا اللغويين يقولون لا تستخدم مثابة صراحة، يعني الناس كثير قالون بمثابة بمنزلة، أنا صراحة أصبحت لا أستخدمها بسبب نصائح كثير من اللغويين، لا تستخدم بمثابة بل استخدم منزلة، مثابة كذا كذا. لكن إذا كان خطأ يسمونها، ممكن يسمونها من الأخطاء الشائعة في اللغة. ثاب الرجل يثوب ثوبا وثوبانا رجع بعد ذهابه، ويقال ثاب فلان إلى الله، وتاب بالثاء والتاء، أي عاد ورجع إلى طاعته. شوف هذا المعنى. وكذلك أثاب بمعنى، ورجل تواب أواب ثواب منيب بمعنى واحد، ورجل، شوف هذا المعنى الأصلي له، لكن أصبح الخطأ هو السائد. البيت مثابة للناس،
وأمنا. زين إلى آخره إلى آخره. طيب إذا كان المترجم يصر على أنها مثابة، إنها بمثابة، فهي بالتاء المربوطة طبعا، إنها بمثابة اكتشاف قارئ. لكن ننصح العودة للغويين، هو السؤال هل مثابة بمعنى منزلة ولا استخدم منزلة؟ لماذا تشك؟ إذا كانت المنزلة أكيدة اللي هو بمعنى التشبيه it's like كذا، خلاص استخدم منزلة، إنها بمنزلة اكتشاف قارئ جديد، ممكن تمشي. المهم يقول لقد، هو يقول شنو، we have sent space craft. لا زالت الست فوكس هي تتكلم طبعا. we have sent a space craft to all of the major regions of our solar system. تقول لقد أرسلنا مركبة فضائية إلى جميع المناطق في نظامنا الشمسي. نقطة استدراك وأعود لاحقا. فبالتالي السطر الذي يليه إننا يعني لقد أرسلنا مركبة اللي هو we have sent a spacecraft to all the major regions of our solar system. إن ممكن قابل طبعا، واضح ان الدمج، لكن لقد ارسلنا we have sent، ممكن يعني، ولو ان نفضل ان يكون لقد لها يعني وقع معين، بس ممكن نتركها. فيقول it is one small step for man one giant leap for mankind. طيب واضح ان man for man الإنسان، صح، إذا جيد، لكنها قفزة عملاقة للبشرية. ممتاز ممتاز، هذه المعالجة صحيحة، بس ندمج السطرين ونشوف. ما لدى الشخطات هذه، مش عارف ليش الشخطة هذه، ليش مش عارف يعني، لكن خلينا نشوف. إنها خطوة صغيرة بالنسبة للإنسان، لكنها قفزة عملاقة للبشرية. ها تاء مربوطة، في مشكلة، نتمنى أن يتداركها الأخ المترجم قدر الإمكان في المستقبل، لكنها قفزة، أنا خايف تفوت من عندنا من كثر القراءة، قفزة، لكنها قفزة عملاقة. ليش الثلاث نقاط الاستدراك؟ لا، ليس لها داعي، لأنه حاط لك نهاية الجملة. طيب، بالتالي نضعها، لكنها قفزة، خلاص. طيب، إذا يقول but we have never gone into the center of the solar system. هم عاوزين بقى ايش، يروحوا لمركز الله، لكننا لن نذهب ابدا الى مركز النظام الشمسي. ممتاز، اذا هو دمج السطرين هو لما دمج السطرين ترك. فهمت، بس واضح انه قليل المده. طيب، لان اصبح هذا ما له داعي، اعتقد ما لدى السطور هذه اللي هي ليس فاضية ليس فيها ترجمة، نشيلها. رجعنا لانها it is an uncharted territory، هذه هني ترجمت لانها ما زالت ارض مجهولة. هي territory يعني، هل هي ارض يعني الشمس ارض، يعني نتكلم على الشمس، يعني احنا نقول ارض مجازا يعني. إذا جيب كلمة ثانية، قلنا منطقة، منطقة أو نطاق أو كذا، منطقة طبعا مجهولة، مجهولة تاء مربوطة. طيب، يقول so there is a lot of pressure to be perfect for that 5 4 3 2 1 lift of moment. شلون تعامل مع المترجم؟ so there is a lot of pressure to be perfect for that 5 4 3 جيد، لذلك هناك الكثير من الضغط لتكون الصورة واضحة. of the pressure، هو قال pressure، a lot of the pressure to be perfect، يعني الضغط، to be perfect for that لتكون الصورة واضحة. يعني واضح ان معنى، حاول مترجم ان هذه ثلاث سطور ممكن تدمج، ثلاثة اثنين واحد. طيب ندمجها ولا نخاف، بقولي عند لحظة الإطلاق.
تمام، حتى ما حط لنا احمر، لان هو السطر قليل. لذلك هناك كثير من الضغط. هو قيل ان الكثير، هل ال تدخل على كثير وعلى قليل وعلى جميع؟ هل تدخل عليها؟ يرجى سؤال اللغويين، لكن اذا كان ممكن ازالتها لا بأس. لذلك هناك كثير، ما يعني ما اختلف شيء، الكثير كثير. لذلك هناك كثير من الضغط لتكون الصورة واضحة للقول، اللي هو التسلسل الإطلاق يعني. طيب عند لفظ الإطلاق، المهم يقول the delta for heavy America's greatest largest rockets launches 50,000 pounds by satellites into orbit around the earth. دلتا الرابع ده، خلي بالك الثقيل ترمز الى heavy America's largest، لا يعني heavy America's largest rockets. هل هو، طيب خلينا نشوف ده دلتا heavy، هل هو اسم الصاروخ هكذا ولا ماذا بالضبط؟ في شبهة يعني، خلينا نتأكد من الجوجل، هل هو هذا بهذه الطريقة ولا ايش الحكاية بالضبط؟ اها، باتل سوفت يو اس سباي ساتلايت لونشز اتوب دلتا. هو شوف، هو اسمه دلتا فور هيفي روكت. اذا خلنا نشوف دلتا فور الويكيبيديا، وايش حكاية الهيفي؟ يقول دلتا فور is an expandable launch system in the delta rocket family. Delta rocket main components are designed by Boeing's Defense Space and Security Division and built in the United Launch Alliance ULA facility in Decatur, Alabama. Final assembly is completed at the launch site by ULA. The rocket was designed to launch payloads into orbit for the United States Air Force Evolved Expendable Launch Vehicle Program and the Commercial Satellite Business. طبعا تقول التجسس. طيب خلينا نشوف العربي، في عربي، خلينا نشوف الأستاذ العربي. دلتا 4، دلتا 4، دلتا 4. طيب هل هي سالفة الهيفي؟ هي حكاية الهيفي. لوكهيد مارتن بخلاف دلتا 2 دلتا 1 مش عارف ايش. نواة محفزة تشكل اساسا دلتا 4 الثقيل، اذا هو دلتا 4 الثقيل. ماذا كتبنا نحن في الترجمة؟ دلتا الرابع الثقيل. اذا ممتاز، صحيح. اذا المترجم عرف، انا بالنسبة لي معلومة جديدة طبعا. اذا جيد جيد، المعنى صحيح. largest launches 50 pound، يعني شلون 50 pound؟ يطلق حوالي 50,000 رطل by spy satellite من اقمار التجسس في المدار. طيب ممتاز، اذا المترجم اكتشف هذه، اذا ممتاز، هذه من العلامات المبشرة. طيب بس احنا دائما عندنا مشكلة الشكل او الاسلوب باللغة. اسلوب، اسلوب تاخذ همزه. اكبر صاروخ امريكي، همزه صحيح. اذا دلتا ندمجها، دلتا الرابع الثقيل ما لها داعي، الثلاث نقط هذه تاخذ علينا مساحه من غير داعي. هو اكبر صاروخ امريكي يطلق حوالي 50,000 رطل. اذا خلينا نشوف، ندمج، نحاول ندمج السطر اللي وراه. 99 حرف، 99 حرف، لان انت اذا خليتها ثانيتين مش عارفين هل الناس راح، ما دام لهم معنى كل وحدهم. طيب 50,000 رطل، 1000 طبعا تاخذ همزه. هو اكبر صاروخ امريكي يطلق حوالي، يطلق حوالي 50,000 رطل من اقمار التجسس. طيب ما هو 9 ثواني ونص و99 ومنصف، تنصيب جيد. خلاص، اذا
لا بأس، 99 صحيح أحمر وكذا، و99 لا بأس، إنه وثائقي. وبدينا بالسرد يعني، واضح إنه بدينا بالسرد، ممكن نسيبه. هو أكبر صاروخ أمريكي يطلق 50,000 رقم أقمار تجسس في المدار، يعني ممكن نقول بمدار حول الأرض، بمدار ممكن نقللها نوعا ما، بمدار حول الأرض أصبح 95 من أقمار تجسس. حلو، طيب جيد. The tiny Parker solar probe weighed a mere 100 sorry 1500 pounds. هم يسمونه 1500 يعني 1500. طيب مسبار باركر الصغير بالطاقة يزن حوالي، ممتاز، مير ايه فقط، جيد جيد. هذا اللي نتأمله من الأخ المترجم، جيد يعني لغة جيدة. طبعا الاختبار احنا كنا دائما الإيديوم اختبار لكل المترجمين. طيب but it needs the might of the of this powerful launch to gain a speed necessary to travel the 90 million miles to its target. لكنهم برافو might، عرف ان might ان قوة. طيب لكن يحتاج الى قوة هائلة لاطلاقه. مشكلة بس ايش الهمزات، هي طبعا مثل ما قلنا كابوس بكل الكتاب، لإطلاقه ما يصير، هي همزة بس مكسورة، هو حط الهمزة بس حطها مفتوحة، لا، لإطلاقه ولدفعه بالقوة الضرورية ايش to travel 90 مليون. الحمد لله في البداية كان 20، مش عارف 20 ميل بس. طيب الثلاث سطور هذه ممكن تدمج، ولدفعه لكنه يحتاج إلى قوة هائلة لإطلاقه. خلاص إذا قلت لإطلاقه ما تقول ماذا تقول ولدفعه، دفعه، لأن اللام الأولى لام السببية الأولى يعني تعوض عن الثانية، تعوض خلاص. لإطلاقه ودفعه بالقوة الضرورية، وين القوة الضرورية؟ to gain لحظة with this powerful launch but it needs، لكن نحتاج إلى قوة هائلة of this powerful launch. لا بس خلي بالك من نقطة بسيطة، but it needs the might، يحتاج إلى، أنت قلت قوة هائلة لإطلاقه، لا هو المفروض إلى مثل هذه القوة الهائلة لإطلاقه، أحسن، لأنه قال this، هو مو مثل، لا يحتاج إلى هذه، إلى هذه سوري، إلى هذه، طبعا إذا قلنا هذه لازم نقول القوة طبعا، إذا قلت القوة لازم تقول الهائلة لإطلاقه ودفعه to gain the speed necessary، لا ودفعه بالقوة الضرورية. وين السرعة؟ ركز لك على السرعة، طبعا هذه من الكلمات المهمة في عالم علوم الفضاء، السرعة speed necessary ودفعه مش بالقوة الضرورية necessary، بالسرعة لا وليس دفعه، لاكتساب واكتساب السرعة الضرورية to gain، إذا هي واكتساب، شوف شلون فرق بالمعنى، رغم أن شكل الجملة كبداية كان مغري، واكتساب السرعة وليس القوة، فرق طبعا اللي دارس علوم، واكتساب السرعة الضرورية to travel. طيب ليش لكي يستطيع اللازمة وتكفي تترافل اللازمة للسفر، وهنا ليس السفر، هنا يا أخي الفاضل ليس للسفر، الترافل للانتقال، للانتقال شنو
to travel the 90 million miles. هي ليس الانتقال أصلا، يعني هل هي الانتقال ولا لقطع مسافة اللازمة، لقطع مسافة الأفضل، يعني الانتقال هي نفس القطع، بس أنا نقول شنو، هي ليست سفر، لقطع مسافة ال، لأنه قال ذا مسافة، طبعا نحط ال بهذه الطريقة، ال ونحط الشرطة هذه بجنب، التسعين مليون ميل، التسعين مليون ميل ايش؟ to its target our sun. طيب نحو هدفه وليس في مهمته، طبعا ها مهمته بالهاء طبعا وليس التاء المربوطة، لأن مهمته هذه الهاء اللي هو الضمير، مهمته تعود له اللي هو المسبار، يعني نحو ايش هذا تارجت هدفه، نركز شوية واحنا نترجم نحو هدفه، طبعا ندمج السطر ليش نخليه. طيب خلينا نشوف، والله هذا راح يصير اربع سطور لانه اكتساب السرعة. طيب خلينا نشوف ندمج هذين السطرين ممكن، لكن نحتاج الى هذه القوة الهائلة لاطلاقه واكتساب السرعة. طيب هذا اربع ثواني، طيب هذا شلون راح يصير وضعه كيف يعني؟ سبع ثواني، ليش سبع ثواني؟ هذا غريب. أربعة، في مسافة ما بينهم أربعة، لا 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 لا، ليش؟ لأن شوف لما شكيت فيها 34 وهني 3 وهني 36، فرق كبير، والدمج ما بينهم لا يصح إلى بهذه الطريقة. طيب ما هو إيش بالطريقة هذه ما ينفع، إذا نقول لازم لقطع مسافة 90 مليون اللي هو، وترك ثانيتين، لا أعلم لماذا، هل هذا خلل في التوقيت؟ لكن هني لا، شوف هنا التوقيت، في هذا التوقيت يختلف عن اللي عندي. طيب أنا أشوف لقط هنا 28، لكن اللي هو هني في فرق، يبدو أن هذه نسخة اليوتيوب، هذه جعلها الأخ، مو مشكلة نخليها نسخة يوتيوب وبعدين نعدل على النسخة هذه. لحظة، اللي هو اللازمة، لا هذا إيه هذا، شوف توقيت مختلف، هني 28 ثلاث دقائق و28 ثانية، هني 3 دقائق و30 ثانية، في ثانيتين أو أقل، ثانية ونص يمكن. المهم الشمس هنا our sun، شوف توقيتها 3:36 3:34، إذا لا بس نتركها لاحق، يعني نجعل هذه الترجمة لليوتيوب وحتى يعني نستفيد من الاثنين. المهم يقول the sun sustains all life on earth، يقول الشمس هي سبب وجود كل الحياة على الأرض. طيب الشمس وضع نقطتين، يقصد ان ما يعني ليس لها داعي، انا لا اشوف لها داعي، ما لها داعي، لان وظائف نقطة وظيفة لها النقطتين، هي سبب وجود كل الحياة على الارض، وننصف سطرين قدر الامكان حتى تسهل التنصيف، هذا اللي هو اوتو بي ار في برنامج سبتايت الايديت، يسهل القراءة للمشاهد، يعني بدل ما تكون على الشاشة كتابة عريضة تكون موجودة أمام المشاهد في قدر الإمكان. طبعا يقول the whole solar system created by its massive prisms، شوف النظام الشمسي بأكمله تم خلقه بسبب وجودها الهائل، created by its massive prisms، الجملة نفسها بالإنجليزي فيها شوية غموض، created by its massive prisms، the whole أي يعني المجموعة الشمسية أو النظام الشمسي ككل
بسبب وجودها اللي هي ايش؟ ها اللي هي الشمس، يعني المجموعه الشمسيه او النظام الشمسي، the solar system. the solar system اعتقد المجموعه الشمسيه او النظام الشمسي، ماذا خلينا نشوف المصطلح الاكثر دقه. solar system طبعا من خلال الويكيبيديا او موسوعات المعارف، يعني ممكن solar system، the solar system الويكيبيديا يعطينا حل solar system. هذا موجودة solar system، قال لك المجموعة الشمسية وليس ممكن نظام الشمسي. طبعا هو ترجمات متقاربة، لكن هي المجموعة الشمسية أو النظام الشمسي أو المجموعة الشمسية. إذن خلاص نتركها، الأدق يعني الأحسن المسموع هو المجموعة الشمسية، لكن نتركها النظام الشمسي. طيب النظام الشمسي بأكمله، هنا طبعا ملاحظة بالأسلوب، تم خلقه باي اتس. احنا قلنا إذا الفاعل معلوم اللي هو باي اتس ماسيف بريزنس، نعم راح انت راح تعمل إعادة صياغة، وطبعا دمج السطور يفيدك في هذه الناحية. ماذا تقول إذا؟ created by its massive presence. زين تقول خلق، يعني خلق اللي هو جنو، خلقت الشمس، خلق يعني ايش؟ وجود الشمس الهائل، المجموعة الشمسية او النظام الشمسي بأكمله. هكذا الأصح باللغة العربية. طيب نشوف، طيب نشيل هذه النقطتين. زين نقول وخلق، أو مو خلق، يعني هي ما خلق، يعني تقول يعني وتكوين ال يعني الشيء بريزنس، يعني هي نفسها وجودها، وتكوين الشمس وتكوين الشمس الهائل زين يعني هو أوجد بمعنى خلق، أو أوجد النظام الشمسي بأكمله. فهمت كيف؟ يعني هو ما أوجد النظام الشمسي بأكمله، نقول هو ما أوجد للتوبة، هو ما أوجد النظام الشمسي بأكمله. 50 حرف في المقابل قابل، ونقطة الاستدراك. فالسطر الذي يليه يقول you could line up 109 earths across the face of the sun. أوهو معلومة لطيفة، يمكنك أن تضع 109 كوكب بحجم الأرض. ليش كوكب بحجم الأرض؟ يعني هو قال الأرض نفسها. زين يعني قلل قدر الإمكان من الكلمات، وهو أصلا هذا هو المعنى المقصود. يعني يمكنك أنت طيب أن تضع أرضا، يعني 109 أراضي في صف واحد، صحيح، أمام وجه الشمس. يمكنك أن تضع 109 أرض، أوكي 109 أرض في، إن 109 أراضي، لا طيب خلي 109 أرض في صف واحد أمام وجه الشمس، وندمج السطر.
أما across the face of the sun. ها شو بعد؟ and pack a million and more Earths inside it. ويمكنه استيعاب أكثر من مليون كوكب، يعني هو ما برضه فاهم، كوكب بحجم الأرض في داخلها، أكثر من مليون أرض، عشان نوضح أكثر للمشاهد، من مليون أرض مور، أي مليون أرض أخرى مور. من مليون أرض أخرى بداخلها، خلاص احنا قلنا في داخلها، في دا أحسن أبلغ، في داخلها. طيب نقول ويمكنها استيعاب، اللي هي ايش؟ unpack، ما انت قلت هناك يمكنك، you could، وهنا قلت يمكن. طيب ليش يمكنك؟ يمكن وخلاص، عشان تصير هنا يمكن وهنا يمكن. وطيب ماذا انت قلت يمكن واستيعاب خلاص من غير يعني تكرار، ليش تكرار؟ ويمكن واستيعاب أكثر من مليون أرض أخرى داخلها. إذا أنا أشوف هذا 44 حرف، أوكي جيد، واستيعاب أوكي ما لدى أدمج. طيب نقول يعني ممكن تدمج يعني عبارتين في الجملة تكون مترابطتين، وليس شرط تكون تنهي الجملة فيها. So large it would take a jet plane nearly 6 months navigate the sun. فتواجهنا جملة بعد هذا السطر تقريبا مثيرة للاهتمام، إن يعني يقول so large it would take a jet plane nearly 6 months to circumnavigate the sun. circumnavigate هذه كلمة يعني قد تكون مثيرة للاهتمام. المترجم قال واسعة جدا لدرجة أن الطائرة النفاثة ستستغرق حوالي 6 أشهر لتصل إلى نهاية الشمس. إذا هو يقول لتصل إلى نهاية الشمس، يعني ترجمها، الترجمة المعنى يعني نشاهد يعني المعنى هذا circumnavigate، نشوف هل ممكن يعني نترجم هذا الشيء. اي circumnavigate travel around، يعني ممكن بس المعنى غير دقيق، يبحر حوله. نشوف باللغة الانجليش، انجليش الانجليش انجليش احسن، لان دائما هذا الاسلوب السليم اذا نتأكد بالمونولينجوال ديكشنري. يقول يعني يبحر حول العالم، هذا القاموس العربي، لكن الانجليزي sail or travel all the way around something especially the world. اوكي هو هذا go around or avoid an obstacle avoid dealing with something difficult or unpleasant. ممكن يعني هذا معنى مجازي. اذا احنا امام المعنى الحرفي او المادي، هو تقريبا هو فعلا يسافر، بس هو المترجم قال لتصل الى نهاية الشمس. يعني هل هو لتصل الى نهاية الشمس او تبحر حول؟ يبدو ان المعنى واحد، لكن نقول ان لا بأس نأخذ الترجمة ونضعها مع بعض سطرين، ندمج السطرين ونقول لا. في نقطة ايضا اللي هي مسألة الكتابة، كتابة مسألة مهمة. هو يقول لتصل إلى نهاية، إلى نهاية شنو؟ إلى، شوف مكتوب بالطريقة الخاطئة هذه الهمزات ويعني حروف الجر يا جماعة، إلى وعلى وكذا، يعني لازم تكون واضحة الكتابة. وفي يعني هذه الأمور سهلة، لا أعلم كيف يعني لا تكون واضحة عند الناس.
واسعة جدا لدرجة أن الطائرة النفاثة ستستغرق حوالي 6 أشهر، 6 أشهر أو 6 شهور، لا مشكلة، لتصل إلى نهاية الشمس. طيب، ويقول بعد ذلك: At its heart a giant unclear fusion reactor crushing atoms together and generating 27 million degrees temperature. ويقول ايه at its heart a giant nuclear fusion reactor، طبعا هي يقصد الشمس، اي نعم الشمس غالبا، قلب الشمس كأنه مفاعل نووي. برافو، لأنه قال كأنه، زين، قلب الشمس كأنه مفاعل نووي، فاللي هو فهم، يعني فهم المعنى، وإن المعنى كأنه يعني تشبيه، إن جاينت نيوكليار فيوجن رياكتور هو تشبيه، هو تشبيه، هذا عمله اللي تعمله، ولو إن تعمل نفس ما يعمله بالضبط المفاعل النووي بس الأكبر والأضخم، يسحق الذرات معا. و ايه شوف شلون، ما لا اعلم لماذا هذا الفراغ. طيب كراشنج، اها لا اعلم ما هو، لماذا ما كان الدمج سهل، وبعدين وتوليد درجة حرارة ويولد، ما انت قلت هني يعني كأنه يسحق الذرات وايش ويولد درجة حرارة. طيب اذا خلنا نشوف مشكلة الدمج، هنا وصلنا إلى الدقيقة الرابعة. نقول إيه، نقول إذا 4:11، لا 4:21، لا في مشكلة بالتوقيت، في مشكلة بالتوقيت، لأن مو معقولة يستمر من هذه الفراغات، هذه يمكن ولو أن الفراغات قليلة جدا، 100 100 جزء من الثانية يعني، لكن المسافة بعيدة حوالي 10 ثواني، 10 ثواني. إذا نقول ويولد، بعدين نشوف، يبدو أنه في مشكلة بالتوقيت. احنا قلنا عدم تغيير التوقيت يا جماعة مهم جدا، عدم تغيير التوقيت والمحافظة على التوقيت الأصلي. اللهم نحن نعمل دمج للسطور حتى تكون يعني إعادة الصياغة بالترجمة أسلس. طيب نكمل، ويقول هو، خلصنا من هذا السطر. Around that a vast ball of superheated plasma and electrically charged cloud created when atoms are torn apart by heat and pressure. كل هذا جملة واحدة. Beyond our understanding. طيب ويقول شنو هذا؟ ويقول around that. طيب حول ذلك، وحول ذلك كرة واسعة من البلازما فائقة الحرارة، وهي سحابة مشحونة كهربائيا، جيد، تولد عندما يتم تمزيق الذرات، تولد، ها قصده تولد، تولد عندما يتم عندما يتم تمزيق الذرات بواسطة الحرارة والضغط. ها هو هني الترجمة فلتت منه beyond our، يعني بما يفوق فهمنا أو بما يتجاوز فهمنا، تكملة أنه ليس على حسب اعتقادنا، لا هو يقصد لي طبعا beyond، أن أنت تفهم أن هذا كل الجمل هذه مرتبطة مع بعض، كلها كلها اللي هي بداية هذه، around that a vast ball of superheated plasma and اللي هي an electrically charged cloud created when atoms are torn apart by heat and pressure beyond our understanding. هنا انتهى الفهم، فهم كيف؟ بالتالي هذه النقطة، وليس لأنه هو الآن كأنه beyond our، على حسب كأنها جملة جديدة، لا هو مرتبطة مع ما قبلها. طيب نقول الجملة البداية، نقول الأسلوب جميل، وحول around that، حول هذا وحول ذلك، يعني نقول ذلك أحسن، وحول ذلك. طيب لماذا نقول وحول ذلك؟ زين نقول وتوجد حول ذلك، أحسن، تعطي الجملة معنى، وتوجد حول ذلك كرة واسعة. ايش اللي توجد؟ كرة واسعة، ما لها داعي النقط،
النقاط تستخدم لغرض، وتوجد حول ذلك كرة واسعة من البلازما فائقة الحرارة، صح؟ ما يصير تقول الفائقة الحرارة أو الفائقة، لا تقول فائقة الحرارة، وهي سحابة مشحونة. خلنا ندمج إذن، إذا ندمج الأحمر لأنه يقول لك أنت حاطه بسطر واحد، لازم تنصف. إذا شوف راح اللون البرتقالي، هذا معناه يقول لك فيه انتبه في خلل. وتوجد حول، لا خلصنا منه، تولد عندما يتم تمزيق الذرات. إذا نقول لماذا يتم تمزيق؟ تمزق الذرات، عندما تمزق الذرات، حتى أسلوب عندما تتعرض الذرات للتمزيق لا يفضله اللغويين. طيب اختصر وخلى تمزق، عندما تمزق وتضع، لا بأس من وضع التشكيل، تمزق والشد، شو المشكلة من استخدام الشدة؟ ويقرأها المشاهد، عندما تمزق نضع مسافة بس بين عندما تمزق الذرات بواسطة. طيب احنا قلنا هذا الأسلوب لا نريده، اللي هو بواسطة باي كذا، لا عندما، إذا خلاص، إذا نستغنى عن الأسلوب المبني للمجهول لأن موجود الفاعل. هذه اسألوا عنها كبار المترجمين يا ناس، اسأل، لا تأخذوا كلامي أنا لم آتي من جيبي. كبار المترجمين يقولون إذا الفاعل موجود، إذا لماذا يعني تجعل الجملة مبنية للمجهول؟ اجعلها مبنية للمعلوم. ماذا اللي يمزق الذرات؟ الحرارة، عندما تمزق الحرارة. إذا ناخذها الحرارة وضعنا، ناخذها كوبي ونضعه، ومنها اختصرنا الجملة، جعلنا الجملة أكثر إيش؟ أكثر سلاسة وأكثر، هكذا تقرأ العربية. إذا الفاعل موجود لا داعي لاستخدام المبني للمجهول. عندما تمزق الحرارة، الحرارة هي التي تمزق إيش؟ الحرارة، عندما تمزق الحرارة والضغط الذرة. إذا نستغني عن بواسطة، اختصرنا، شوف وفرنا. عندما تولد، إذا تولد وليس تولد، فائقة تولد، لأن قال created، تولد صح، إذا نضع عليها فتحة، تولد عندما تمزق الحرارة والضغط الذرات بما يفوق استيعابنا، بيوند، بما يفوق استيعابنا، نقول بما يفوق، المعذرة لبطء الماوس لأن الماوس هذا بطيء نوعا ما، بما يفوق استيعابنا. تمام، ممتاز. نشوف هل في قابل، إذا السطر اللي بعده ست ثواني كافي عليه، ندمج هذين السطرين إذا مع السطر اللي تحته، شوف شلون. إذا هكذا تكون القراءة سليمة، وأيضا تحرص على عمل أوتو بي آر لأنه ينصف السطر بشكل جيد وبشكل متناسق. طيب إذا الجملة أصبحت، وتوجد حول ذلك كرة واسعة من البلازما فائقة الحرارة، وهي سحابة، أفضل نحط فاصلة هنا، وهي سحابة مشحونة كهربائيا، تولد عندما تمزق الحرارة والضغط، يعني هي ممكن تقرأ عندما تعمل الحرارة والضغط على تمزيق، إيش رأيك؟ يعني تكون أوضح، عندما تعمل الحرارة والضغط، نقول على تمزيق، تعمل على قد تكون أفضل، على تمزيق الذرات بما يفوق استيعابنا، عملية غير قابلة للاستيعاب، beyond our understanding، beyond our imagination، إلى آخره. بالتالي ها يعني هذه الجملة تكون أسلس وأسلوب أجمل. طيب يقول this awesome power of the sun constantly changes when which is why it is studied 24/7، يعني 24 ساعة باليوم 7 أيام، here at NASA's Goddard Space Weather Research Center. يقول
هذه القوة الهائلة للشمس تتغير باستمرار، وهذا هو السبب في دراستها على مدار 24 ساعة طوال أسبوع. ممتاز، هنا في مركز جودارد لأبحاث. ممتاز، إذا الترجمة جميلة، هذه الترجمة. ولو أن احنا نفضل إذا كان يعني الفعل واضح نجعل الجملة فعلية، يعني تتغير هذه القوة الهائلة للشمس باستمرار، أليس ذلك أفضل؟ لأن اللغة العربية لغة تركز على تضع الفعل، تعطيه، تعلي الفعل مكانة يستحقها. تتغير هذه القوة الهائلة للشمس باستمرار. طيب جميل، وهذا هو السبب في دراستها على مدار 24 ساعة طوال الأسبوع. طيب أوكي، نحاول ندمج. إذا أنت حطيت ال، خلنا نشوف، أصبح 105 حروف، كبير شوية، 105 حروف، رغم أن الوقت 6 ثواني فقط، وهذا سبب. زين، نقول مو طوال في الأسبوع، على مدار 24 ساعة أسبوعيا، نقلل، حاول نلم الجملة شوي، أسبوعيا ونشيل اللي تحت، أسبوعيا. والأقواس الآن ظهرت غير، إذا نشيل، نعدل ما يتطلب التعديل. إذا نشيل هذا ونشوف، خلاص ما له داعي إذا إحنا نقول يعني نضع هلالين على بعض الأسماء، ليس لها داعي حقيقة يعني. طيب خلينا نشوف إذا عملنا أوتو بي آر ماذا يصير، وهذا هو سبب. إذا لو في أسلوب أفضل للتعديل أو لي، وهذا هو سبب دراستها. إذا هو ممكن 97، ماشي لا بأس. وهنا يكمن، ولو نفس الشيء، وهنا يكمن سبب، خلينا نشوف أفضل، وهنا يكمن إذا نقول سبب على أساس نستغني عن في، وهنا يكمن سبب دراستها. إذا قللنا، أصبح 3 حروف يعني على مدار 24 ساعة. إذا هذا الفراغ نتركه نوعا ما على مدار 24 ساعة أسبوعيا، هنا في مركز جودارد لأبحاث الطقس التابع لناسا. طبعا ناسا نتركها معروفة، أصبحت أشهر من نار على العالم. طيب فبالتالي نقول إذا انتهت الجملة على ذلك، ويقول real images of the sun like these are filmed by NASA's solar observatories in orbit around the earth. طيب، ويقول مثل هذه صور حقيقية للشمس، مثل هذه التي تم تصويرها بواسطة مراصد ناسا الشمسية من مدار in orbit around the earth، من مدار حول الأرض. جيد، بس احنا قلنا المبني للمجهول، مبني للمجهول إذا كان الفاعل معلوما فبالتالي لا داعي لاستخدام هذا، مثل هذا الصور التي تم صوره بواسطة، يعني الفاعل موجود. طيب صور حقيقية للشمس like this، طيب مثل هذه نخليها كهذه، وقال like this فعلا، نقول كهذه، إن هو يعني يوضح بالفيديو كهذه، تم تصويرها، صورتها مراصد. ليش تم تصويرها بواسطة كلمة واحدة؟ وفرت انتهي، وفرت، صورتها أو التقطتها أحسن، التقطتها، فالتقط، هل هي التقطتها بالهمزة ولا لا؟ طيب شلون تعرف؟ نعرف ببساطة إذا حطينا حرف الفاء عليها، إذا كانت الهمزة خفيفة معناها لا إذا كانت الألف خفيفة لا تأخذها، فالتقطتها، ها كأنها مش موجودة، فالتقطتها، فالتقطتها. طيب إذا التقطتها مراصد الشمس، ومنها وفرت كلام أيضا، هنا مشكلة
التاء المربوطة. طيب إذا ندمج، ندمج ثلاث سطور، واضح ثلاث سطور تستحق الدمج من مدار حول الأرض وتكون أنت وضعك في السليم. طيب إذا هذه ليس لها داعي المسافة هذه، ولا التقطتها القوس أو قوس أصبح غير سليم، إن بعد الدمج راح يتغير، بعد الدمج راح تتغير الأقواس، فلازم مراجعة لو دمجنا يعني. صورا حقيقية للشمس كهذه التقطتها مراصد ناسا الشمسية من مدار حول الأرض. شوف شلون بكل إن شاء الله يكون سلس ويكون الكلام مفهوم. يقول when you step outside of the atmosphere with a camera in space we found the sun is so much more interesting. شو يقول؟ أسلوب جيد كما يبدو لي، عند الخروج من الغلاف الجوي، صح الغلاف الجوي، مع وجود كاميرا في الفضاء سنجد أن الشمس أصبحت أكثر إثارة بكثير. طيب جميل، بس إيش؟ مترجم جيد أسلوب، بس هنا نحاول نكون أسلوب أكثر حنكة، يعني ما نقول أكثر بكثير، أكثر إثارة بكثير، لا ما يعني، نشوف أسلوب معبر أحسن، أكبر أكثر إثارة. So much هو شنو؟ more interesting، أكثر إثارة الاهتمام، بالتالي ما كررت أكثر بكثير، أكثر. أحاول المترجم يمكن أن يخرج عن اللي هو الشائع، يعني كثرة، يعني حتى لا يقع في الابتذال مثلا، إن دائما مثير للاهتمام، interesting، مثير للاهتمام اللي هو الأمر العجيب، عجيب، يعني نحن أحيانا نعبر عنه نقول عجيب، هذا الشيء عجيب بمعنى مثير للاهتمام. سنجد أن، طيب خلينا نشوف، سنجد أن الشمس، ليش هذه المسافة يعني مسافة لا أعلم لماذا. طيب هذا 2 وهذا 10، يعني راح يكون 8 ثواني. خلينا نشوف هل هنا 8 ثواني، هو دم، يمكن دمج. طيب ندمج هذا السطر فاضي و راح يكون 7 ثواني، مقبول. عند الخروج من الغلاف الجوي مع وجود كاميرا في الفضاء يفضل نضع فاصلة، سنجد أن الشمس أصبحت أكثر إثارة للاهتمام، أكثر إثارة. طيب ويقول لاحقا it is this explosive environment that it is seeing with energy magnetic and electric fields are moving around. طيب شنو يقول؟ it is this explosive environment that is seeing عفوا seething اسف seething with energy magnetic and electric fields are moving around. seething with energy يعني هو، خلينا نشوف، يقول لأنها منطقة متوهجة تغمرها حقولا مغناطيسية وكهربائية كهربية تستمد قوتها من الطاقة المنبعثة، إنها تتغير باستمرار. موفينج يعني كل هذا بسطر واحد. جيد، إذا هو دامج، دامج السطرين، لأنها منطقة، خلنا نشوف. طيب ممكن لأنها أو إذ أنها منطقة متوهجة تغمرها حقولا مغناطيسية، جيد حقولا مغناطيسية، بس التنوين لا نضعها هكذا، لا نضعها على الحرف، إذا كان التنوين مشكلة أحيانا، يعني إذا كان لا أو لن يعني كهلن أو كذا تنتهي، الأفضل ما نضع التنوين بالحرف، على الألف أحسن. بس إذا ممكن بعض الكلمات، يعني مثلا تقول كبيرا ممكن تضع التنوين على الراء، ممكن، لأنه راح يطلع بالطباعة بشكل مشوش، ممكن يشد القارئ بشكل غير صحيح. طيب نقول
it is ever changing, it is ever changing. وهذه جملة واحدة إنها تتغير باستمرار. تمام. طيب 19 حرف في مقابل ثانية ونص تقريبا. This is what's so amazing is to see how incredibly dynamic the sun is. وهذا مدهش حقا وهو أن نرى طريقة ديناميكية بشكل لا يصدق. لا وين الباقي؟ إن the sun وهو أن نرى see how incredibly dynamic the sun is. يعني الحالة اللي فيها الشمس هي طريقة ديناميكية بشكل لا يصدق. وهو أن نرى زين يعني المفروض نقول وهو أن نرى كيفية أو طريقة خلاص ها أو طريقة طيب ديناميكية دايناميك ما في كلمة عربية مقابلها ديناميكية يعني شنو ديناميكية حيوية بمعنى حيوية نشوف القاموس يساعدنا ديناميكية توقفنا عن بوتون أب نقول حركية أيوة دينامية فعالة متحرك ديناميك هل نستطيع أن نقول طبعا في مصطلح ديناميك اللي هو الضغط الديناميكي الفيزيائي هذا ديناميك خلاف السكون مفعم بالنشاط لا حركية ممكن نقول حركية ممكن إذا ما كان مصطلح محدد مصطلح علمي محدد لا ممكن نختار الكلمة تعريف أفضل يعني وهو أن نرى طريقة حركية بس ما أدري هل تصير طريقة حركية الشمس حركية طريقة الشمس طيب ليش ما نقول طريقة حركية الشمس والله ممكن نضعها قبل أو بعد لكن نقول نضع حركية الشمس ممكن حركية ممكن نقول النشاط الحركي هل ممكن القاموس يقول لنا أنه ممكن مفعم بالنشاط النشاط الحركي النشاط يعني شوف تحريكي حراكي فعال متميز بفعالية مستمر أو ممكن الفعالية الحركية للشمس أو النشاط الحركي المهم نعربنا دائما نحاول قدر الإمكان إذا كان في مقابل النشاط الحركي للشمس الذي لا يصدق طبعا نحن نحاول بشكل وعلى نحو وبصورة هذه ركيكة إذا كان في مجال الاستعاضة عنها مثلا بالمفعول المطلق زين وهو أن مثلا إذا اخترت أنت تعمل المفعول المطلق وهو أن نرى طريقة النشاط الحركي للشمس النشاط ما يصلح يعني مفعول مطلق نشاطا لا يصدق لي يعني استعطنا عنها بهذا الشكل الحراري الذي لا يصدق الذي لا يصدق ممكن تكون مقبولة نوعا ما طيب dynamic dynamic and react with احنا اتفقنا اذا الكلمة dynamic لها استخدام محدد علمي اللي هو القدرة الديناميكية لا نستخدمها مضطرين نستخدمها ولا نلجأ لتعريبها لكن إذا كان في مجال للتعريب لا بأس فهو يقول the dynamic and react with gigantic explosions hurling radiation and particles toward the earth dynamic and react with يعني هو يصفها الظاهر هذه جملة لوحدها يقول ديناميكية ومكتظة بالانفجارات العملاقة تلقي الإشعاعات والجزيئات نحو الأرض إذن هو المترجم اختار أن يقول
ديناميكيه ومكتظه. اذا لا، نرجع مره ثانيه ونقول وهو ان نرى ديناميكيه الشمس التي طريقه ديناميكيه، لان واضح يقصدها، يعني يقصدها ديناميكيه، نشيل ديناميكيه الشمس التي تصبح، التي وليس الذي، التي بالنهاية طريقة الذي لا يصدق. إذا نقول ديناميكية ومكتظة بالانفجارات، dynamic and يعني إذا هي adjective dynamic يعني يقصد فيها وهي ديناميكية ومكتظة بالانفجارات، وتلقي الإشعاع والجزيئات hurling radiation and particles toward the earth. إذا نضعها معطوفة أحسن، وتلقي أو ملقية، هي نفس الشيء. طيب نقول إذا ندمج السطرين، أصبح 8 ثواني لا بأس. ويقول هو يكمل يقول you see lots of little flashes، ترى الكثير من الومضات الصغيرة. ممتاز. فيقول هذه الأشياء الصغيرة، these little things are many times the size of the United States for example. طيب هو يقول هذه الأشياء الصغيرة في كثير من الأحيان تكون بحجم الولايات المتحدة على سبيل المثال. ممتاز. في كثير من الأحيان تكون، جيد الكلام، جيد. بعدين على سبيل المثال يعني نقول هو قال for example على سبيل المثال، ممكن مثلا أو نقلل يعني المقصود قدر الإمكان من عدد الحروف. خلنا نشوف إذا عملنا إيه، إذا عملنا أوتو بي آر أوتو بريك يعني. طيب فيقول they are huge and there are massive amounts of energy being released. It is mind boggling. جمل حالة it is mind boggling. زين يقول إنها ضخمة وهناك كميات هائلة من الطاقة يتم إطلاقها، إنه مانع محير. It is mind boggling يعني energy. طيب هو هذه ظلت لوحدها لا أعلم لماذا، mind boggling أشك إنه ممكن يعني اصطلاح أو تعبير اصطلاحي. نشوف الإنجليش إنجليش. إذا هو نستخدم دائما define mind boggling. المترجم أخذها مانع محير، إذا أخذها من هنا. نتأكد بالإنجليزي طبعا. overwhelming startling. overwhelming يعني شيء غامر أو startling مفزع، مفزع. طيب خلنا نشوف الأستاذ قاموس المعاني هل لديه حل أو لديه اقتراح. mind boggling، boggling تحير. إذا لا، ما في mind boggle، لا لا غير موجود. إذا في بالتعابير السياقية يشوف يقول فإن كل شيء يصير هو شنو، everything works in on a mind boggling scale، إن كل شيء يصير بسرعة لا يتصورها عقل. يعني mind boggling شيء لا يتصوره، هكذا نفس الشيء mind boggling ولم أمر محير للعقل. لا يتصور، محير للعقل. إذا mind boggling هنا بذل جهود محيرة للعقل. في نوعا ما دائما مقياسك الأساسي أهل اللغة الأصلية. أهل اللغة الأصلية يمكن مشت يعني محير العقل. هنا اختارنا يكون مذهل. حلو، مذهل خيار جيد. مذهل، هذا هو مذهل ينفع لما يقول overwhelming. overwhelming صح، ممكن تأتي بمعنى مذهل. the implications are mind boggling. طيب ماذا تقول مريم وبستر، قاموس مريم وبستر ماذا يقول؟
يقول mentally or emotionally exciting or overwhelming، يعني مذهل صحيح. فيعني كيف يعني نقول مانع محير؟ لا، مانع محير تمشيش، يعني مانع محير إنه مذهل حقا، يعني إنه مذهل مذهل، يعني ممكن نقول إنه مذهل حقا ممكن، أو المهم إن إيش ندمج السطرين ممكن، ونشوف بعد الدمج. إذا نضع هنا فاصلة، إنه مذهل، إنها ضخمة. طيب احنا قلنا انها هنا، انها زين. طيب هنخليها بدل انه هذا مذهل حقا. ماذا فعلنا؟ وهناك لحظة، انها ضخمة، وهناك كميات. ماذا فعلنا؟ فعلنا احنا لغينا شيء، نرجع عندنا دائما بالأندو. الأندو يعطينا ايش؟ شلنا كلام كثير. طيب انا جو احنا قلنا هذا. طيب بس يعني ماذا وزيد كل هذا الكلام. طيب ويقول انها ضخمة، وهناك كميات هائلة من الطاقة يتم اطلاقها. قلنا نخفف من يتم هذه بأنها مبني للمجهول. لازم نشوف حل، نقف على حل حتى نصل بترجمة سليمة. هذه السطور اللي موجودة لا أعلم أين بقية الملف. إذا إلى أن نفهم أين بقية الملف، نشوف يعني نقف عند هذا الحد. ونشكركم للمتابعة، وإن شاء الله نكمل في تدريبات أخرى قادمة. هذا فيصل الكريم يحييكم ويتمنى لكم أطيب الأوقات، وإلى اللقاء، وإن شاء الله يعني نكمل في لقاءات أخرى قادمة بحول الله. إلى اللقاء.